خلاص انا هبدا تسجيل اهوت. هل في حد عنده اسئله في الحاجه اللي فاتت؟ بس يعمل راس هاند او يرفع ايده. ايه هو اللي مش هنصح سمير؟ معرفش هو عايز يسال ولا عايز يبقى كو هوست. لا هو بيقول السلايدز حاضر، أنا متأخر في السلايدز حاضر، بنسى أعملها. في حد بعت صورة؟ ما حدش يفتح صورة بعد إذنكم لأن ممكن تكون فيروس. خلينا أحاول أفتحها كده مع نفسي الأول. خليني مش عارف اظبط ازاي. أه تقريبا شارح طريقة إزاي الواحد يشغل الشاشة. بس كده أيوه زرار. أه كده انا سعيد. تمام، هل في أسئلة؟ هل ممكن البيم يساعد في ان هو يعمل تقدير للتكلفه cost estimating؟ عادي. اه طبعا، وانت بتعمل حصر اصلا بالبيم دلوقتي، انت دلوقتي بتعمل حصر كميات مثلا بالبيم، فمتبقي لك بس ان انت بتحط الانبوت بتاع الـ يعني النيفس وورك سعر مثلا. الحاجه نعم، يبقى ناقص بس ان انا احط سعر الحاجه، سعر العنصر. محتاج تحط كذا حاجه مش سعر بس، محتاج تحط السعر وتحط الديسكريبشن بتاعت الـ يا اما تحط الديسكريبشن بتاعت الكروز بتاعتك او الاكويبمنت بتاعتك، او ان انت يعني انت ممكن تتعامل مع البالك نفسها تقول والله الايتيم دي بكذا، او ان انت اصلا يعني في الاول خالص وانت بتعرف مثلا الماتيريال مثلا زي الرخام مثلا الكلام من ده، انت وانت بتعرفها من البروبرتيز بتاعتها انك تقول والله دي المتر بتاعها بكذا، وهو بيحصل اوريدي بيجيب لك سعر الخام مثلا، حاجه مثلا زي الاكويبمنت مثلا، حاجه زي الاكويبمنت كوست او الليبر كوست، فانت هتحتاج تدخل تو فاليوز بقى، هتحتاج تدخل سعر الساعه مثلا، ساعة الإنتاج بتاع يعني الساعة بتاعة اللودر بكام أو الساعة بتاعة الصنايعي بكام، وتدخل الإنتاجية بتاعته يعني هو يقدر ينتج قد إيه. فأنت لو أنت عندك الكمية وعندك الإنتاجية وعندك السعر هتعرف تجيب تكلفة البند نفسه قد إيه. تمام. وهتكلم النهاردة عن الجزئية بتاعة الليبل يعني. اه تمام. طيب في باشمهندس طاهر اعتقد عنده سؤال. تفضل يا باشمهندس. عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام. شيخ الخروفي نشمال. أهلا انا وسهلا. حضرتك طبعا سعيد جدا بالمحاضرات القيمه. تمام، كنت حابب بس انا ماشي في تراك السايت وكده، عايز اربط ما بين البي ام بي والبي اي ار والبي اي ام، فهمني حضرتك يعني ازاي اعمل دمج ما بينهم في طريقه ادارتي للموقع، وهل انا محتاج ان انا اكون بروفيشنال في البي اي ام ولا يكفي مثلا ان انا خلاص يبقى عندي نوليدج بيها وخلاص؟ ولا انا صراحه مش بتابع البي ام بي قوي، بس على حد علمي هي اصلا ما فيش في المواضيع بتاعتها بيم يعني، انت ما حد يعني ناس من اللي بتاخد البي ام بي على حد علمي ما فيش جزء بتاع البيم فيها يعني، بتتكلم على الكونتراكتس، بتتكلم على البيزكس نفسها، ما اظنش ان هي اتكلمت في التكنولوجي نفسها يعني الابلكيشنز والكلام ده في البيم، الا لو اتعمل لها ابديت انا ما اعرفش. الفكره الرابطه بين الاثنين يعني هو يعني هم الاثنين يعني ممكن تخصصين يعني، بي ام بي اصلا مش تخصص يعني، بي ام بي مجرد هو جمع لك شويه معارف يعني، قال لك والله انت بتعرف السكيلز بتاعت البلاننج، السكيلز بتاعت الكونتراكت مانجمنت، السكيلز بتاعت النيجوشيشن، مش عارف السكيلز بتاعت الكوست استيميتنج، فانت في النهايه لو انت تعرف تعمل السكيلز دي انا هعتبرك ان انت مهندس معتمد، انما هي في النهايه يعني هي بي ام بي مش فيلد، مش مجال، هي مجرد شهاده. البيم نفسه ده مجال، فعلى حد علمي البيم مش من المجالات البي ام بي حتى الان، لو حد خد البي ام بي يعني مؤخرا ممكن يفيدنا. الجامعه بين الاثنين يعني حسب هتشتغل ازاي يعني، في النهايه يعني دلوقتي يعني انت مثلا دلوقتي مثلا لو انت قصدك ان انا خبرتي في السايت، اه الشركات الكبيره دلوقتي مثلا بتشتغل الى حد ما بالبيم في السايت، شركات يعني مثلا الشركات الكبيره دلوقتي مثلا
يعني مثلا بتلاقي مثلا الملاحظ مثلا هو ماشي في الموقع اصلا مع التابلت شغال عليه، لأنه يعني في النهاية بيبعت التعديل للشركة وهو شغال في الموقع، وفي نفس ده الملاحظ مش حتى المهندس، لا هو الملاحظ نفسه بتاع الشغل، فبيبعت لل بيبعت لل بيبعت بيعمل التعديل هو على او بيطلب تعديل في حتة معينة ان عندهم مشكلة لايف، فهو الموضوع لايف بيحصل والمهندس في الشركة عنده شغال، وفي كونكشن زي مثلا زي الشغل بتاع الكلاود، جوجل كلاود، واسف ال اوتوديسك كلاود اللي هي 360 والكلام ده. هل كده الفكرة طرحت ولا؟ الو، هو في الاصدار السادس من البي ام بي في الجزء بتاع البروكيورمنت اللي هو السبلاي تشين كان بيتكلم ان احنا نحاول نعتمد على تكنولوجيا البي ام في تقدير الحاجات توصل امتى. ده اخر تحديث في البي ام بي. انا اتكلم عليه بس في البروكيورمنت، في البروكيورمنت بس السبلاي تشين بس. هل يعني تعرض باي شكل من اشكال التكنولوجيا نفسها ولا مجرد بس ان هو قال لا مجرد يا ريت نصيحة. نستعملها؟ يا ريت نستعملها بدون اي تفاصيل او بدون ذكر اي سوفت وير. خلاص، هم يعني هو ايفر يعني جواب السؤال ده ادرى مني، يعني انا ما امتحنتش في ام بي، يعني ما ماليش علاقه بيها، يعني انا اصلا يعني معايا دكتوراه في الكونستراكشن فمش محتاج ان شاء الله. تمام. لا لا، مش حكايه تنطيط والله، لا قصدي فكره اللي انت يعني انت معاك دكتوراه في الكونستراكشن، انت بتدرس الحاجات دي فمش محتاج تاخد الشهاده يعني. والبي ام بي اسلوب من اساليب الاداره، مش افضل اسلوب الحاجه، في اساليب تانية كتير هي وده مش واحد اسلوب منهم. يا جماعه البي ام بي مش اسلوب، هي اصلا صح مش يعني صح دي مجرد شهاده، يعني انت في النهايه يعني ممكن يكون حد شغال في السوق معوش بي ام بي اقوى 100 مره من اللي معاه بي ام بي. يعني انا ممكن مثلا لما اجي اقدم مثلا في شركه يقول لك اصل البروتوكول بتاعنا مثلا لازم بيكون معاك بي ام بي. يا جدعان انا معايا ماجستير ودكتوراه في الكونستراكشن، انا لا مؤاخذه الكورسات اللي بتدوها في البي ام بي دي انا بدرسها، صحيح. فعيب اللي بتقوله ده، بس اقول لك لا، هو البروتوكول كده. فالبي ام بي شهاده، هي يعني مش علم، مش مثلا فرع من علوم الكونستراكشن اسمه بي ام بي، لا هي مجرد شهاده البي ام اي بتاعت البي ام اي، هو مجرد ما عاوز يعمل ستاندردايزيشن، زي ما انت مثلا بتقدم على منحه مثلا فتمتحن توفل، هل التوفل ده علم الانجليزي؟ لا ده مجرد امتحان بيديك شهاده في الانجليزي ان انت راجل كويس في الانجليزي مستوى كذا بس. تمام يا دكتور. تمام. هل في أي أسئلة في الأجزاء اللي فاتت؟ في مونستر بيقول إن أنت تكون كفء أحسن كتير من إن أنت تكون معك شهادات. والله لو الشركة هتقدر ذلك طبعا، المشكلة ساعات اللي بقول لك هي الشركة بتبقى نفسها هي محتاجين، هو السيستم كده بالذات كل ما الشركة تكبر كل ما بتبقى محتاج الشهادة، لمجرد يعني هي بتبقى مجرد حاجة يعني تنظيمية، بالذات كل ما سكيل الشركة يكبر فهو في النهاية بيبقى كتير، فهو مش عارف يعني في النهاية لو انت شركة صغيرة فخلاص انا عارف فلان كويس قوي، ويوم ما يوم باجي اشغل فلان ببقى عارف ان هو كان شغال في الشركة الفلانية ده صاحبي اصلا، فاهمني؟ تبقى الدنيا ضيقة، انما لما الشغل السكيل بيكبر فهو بيحتاجوا نعمل ستاندرديزيشن طبعا. يعني في حاجات يعني بتبقى للاسف يعني اللي يعني في جزء منها بيكون ساعات يعني سبوبات زي ما بيقولوا، يعني ساعات يعني كتير من الامتحانات، يعني مثلا في موضوع مثلا اللي بيقدم مثلا ماجستير ودكتوراه مثلا الحاجات دي مثلا الموضوع الجي ار اي مثلا، فناس كتير تقول لك الجي ار اي ده ملوش لازمه اصلا، يعني انت بتمتحنه ليه وناس بتمتحنه ليه وتضييع، بس هي في النهايه فلوس، فلوس للمراكز نفسها، فلوس للي بيعمل الامتحانات اللي هو الاي تي اس اللي بيعمل الامتحانات مش عارف ايه، فهي سيستمز. هل معنى كده بقول بي ام بي يعني لا شهاده مهمه وكويسه، بس تاني يعني ما تديهاش حجم ان هو في النهايه يعني ده مقياس ان انت عظيم، لا ممكن حد تاني معوش بي ام بي يكون اعظم منك 100 مره بالاكسبيرينس بتاعته، ان هو في النهايه الكورسات يعني مثلا الطلبه مثلا بتوع اللي كنت بدرس لهم مثلا في كريدت مثلا بتوع جامعه القاهره كانوا مخصصين كونستراكشن، لا هو مستواه يعدي البي ام بي اصلا، يعني هو يعني دارس كونتراكتس ودارس كل حاجه، فهو مش محتاج يعني الشهاده نفسها، بس في النهايه بعد نقطة ما هو محتاج ياخد الشهادة، يعني حتى لو قدم على الشهادة بعد التخرج يقول له لا محتاج تاخد خبرة كام سنة، فبياخد خبرة كام سنة وبياخد الشهادة، إنما أنا لو أنا بوظف حد عندي أنا عارف إن الشخص ده مستواه لا هو يعني يعني يوفي هذا الستاندرد، لو اعتبرنا الـ MPMP ستاندرد هو مستواه يوفي هذا الستاندرد مستريح يعني. ألو
سامع حضرتك. تمام متأكد بس ان انت لا لا سامعين الله يكرمك. طيب في سؤال باشمهندس اسامه بيسال ازاي الواحد يبقى واخد شهاده بروفيشنال في الكوست كنترول. اظن في حاجه تبع البي ام اي بس ما في حاجه تبع الكوست تبع البي ام اي ممكن اوصله باشمهندس خالد خالد اسمه خالد ايه يا ربي مش خالد ابو العطا هو في هو متخصص موضوع الكنترول والريسك والكلام ده في اوراسكوم لو حابب ممكن اساله له او اوصله بيه بس يعني الليسته بتاعه البي ام اي بتكبر كل شويه يعني هو كل شويه البي ام اي بتدخل شهاده جديده اظن عندهم حاجه في الكوست ما اعرفش كان في حاجه في الكوست كنترول سبيسيفيكلي ولا الكوست عامه بس هم عندهم حاجه في الكوست ممكن حتى ابص لك عليها دلوقتي واحنا هم عندهم حاجه تقريبا في الكوست استيميت لا مش خلينا ابص لك هم اعتمدوا حتى شهاده في الاجايل قريب ما هو بقول لك ايه في النهايه خلاص هو طالما عمل لسمعه وبقى بي ام اي الناس معترفه بيه طب خلاص بقى يعني خلاص انا بعمل ايه انا كل اللي بعمله بعمل امتحان وبعمل هاند بوك وخلاص والناس بتمتحن بتدفع فلوس اتس ا جود ثينج يعني هو كبزنس موديل بعيدا عن اي حاجه بزنس موديل لطيف اكتر منظمات اكتر منظمات بتكسب اللي هي المنظمات غير هادفه الربح زي الليد كده عندهم بيم عندهم بورتفوليو مانجمنت عندهم سيرتيفايد اسوشيت ان بروجكت مانجمنت بروفيشنال بزنس اناليسز بي ام اي اجايل عندهم اجايل عندهم ار ام بي اللي هي ريسك مانجمنت عندهم سكادولينج بروفيشنال بس كده ولا في تاني هي دي الليست اللي قدامي ما فيش حتى اللي هي بتاعت الاستيميتنج اللي انت بتقول عليها دي مش ليه تمام طب تحب حضرتك نبدا انا وقت ما تبقوا جاهزين احنا جاهزين اتفضل يا استاذ تمام الله يكرمك شوف حضرتك السلام عليكم جميعا نعتذر عن فتره التوقف الطويله بس دي يعني كان عشان بيم قريبي عندهم مؤتمر وحاجات كده فتوقفنا نظريا ابتداء من النهارده هتبقى هنمشي اثنين وخميس اثنين وخميس يعني فربنا ييسر ونخلص النهارده المحاضره الثالثه في الكونستراكشن كوست استيميتنج اناليسيس والنهارده هنتكلم عن الليبر كوست او تكلفه العماله ف احنا فين عشان نفتكر احنا زي ما قلنا عندنا نوعين عندنا حاجتين هنغطيهم الاستيميتنج والاناليسيس والاستيميتنج قلنا ان هو نوعين يا اما رف استيميتنج يا اما ديتيلد استيميتنج خلصنا الرف في المحاضره اللي فاتت المره دي هنتكلم على اول كومبوننت في الديتيلد استيميتنج اللي هو الليبر كوست تكلفه العماله تمام نفتكر اظن اول محاضره لما كنا بنتكلم على الكومبوننتس بتاعه السعر فقلنا ان احنا عندنا الكوست وعندنا المكسب والكوست نوعين تكلفه مباشره وتكلفه غير مباشره والتكلفه المباشره تكونت من اربع حاجات هي يا اما تكلفه الماده الخام يا اما تكلفه المعدات يا اما تكلفه العماله يا اما تكلفه مقاول الباطن لو انت هتجيب مقاول باطن فاحنا النهارده هنغطي اول جزء في الدايركت كوست اللي هو الليبر كوست او تكلفه العماله تمام عشان تحسب التكلفه انت محتاج يعني يكون عندك ثلاث قيم عشان تحسب تكلفه العماله لبند ما اول قيمه عندك انت محتاج تعرف كميه الشغل اللي عندك قد ايه فانت انت تعالى مثلا نفترض مثلا انت مثلا بتصب خرسانه مثلا فانت مثلا بتقول مثلا انا عندي 100 متر مكعب خرسانه فدي دي الكميه اللي انا محتاج اصبها الكميه دي بجيبها منين بجيبها من الحصر بتاعي الكيو تو بتاعك سواء بقى انت عملته مانوال استعملت سوفت وير او وات ايفر في النهايه انت عندك كميه الخرسانات اللي عندك قد ايه ففي النهايه انا عرفت ان انا عندي محتاج في الصبه دي 100 متر مكعب تاني حاجه محتاج اعرفها البرودكشن ريت يعني انا في النهايه انا عندي طقم الصناعيه بتاعي او هجيب طقم صناعيه بشكل ما بينتجوا قد ايه يعرفوا يصبوا قد ايه فلو قلنا مثلا هم مثلا هيعرفوا مثلا يصبوا 10 متر مكعب في الساعه فيبقى دي ايه يبقى ده البرودكشن ريت بتاعهم هم بيصبوا 10 متر في الساعه وانا عندي 100 متر يبقى لما اقسم 100 متر على 10 متر يبقى انا محتاج قد ايه 10 ساعات فبكده انا عرفت الوقت اللي انا محتاجه فانا عرفت الصناعيه دول هيشتغلوا عندي في الشغلانه دي 10 ساعات يتبقى في النهايه ان اضرب في تكلفه الصناعي في الساعه بكام انا مثلا جايب مثلا اربع صناعيه فطقم الصناعيه ده نفسه مثلا بيشتغل مثلا 500 جنيه في الساعه مثلا ايا كان بالمعدات بتاعتهم بحاجتهم 500 جنيه في الساعه فيبقى تكلفه العماله في الصبه دي 500 جنيه في الساعه مضروبه في الوقت
اللي هو ناتج قسمة الكمية على البرودكشن ريت اللي هي 10 ساعات، يبقى 500 في 500 جنيه في الساعة في 10 تبقى 5000. يبقى أنا تكلفة العمالة بتاعتي عشان أنا أصب الصبة دي 10000، دي الفكرة تمام. فدي فالكمية أنا بجيبها من الحصر بتاعي. البرودكشن ريت بتاعي أو العمالة بتاعتي بتنتج قد إيه، وفي نفس الوقت برضو تكلفة العمالة قد إيه في الساعة، دي بتبقى بجيبها من مصدرين، يا اما انا عندي داتا بابلشت زي ما اتكلمنا مثلا المره اللي فاتت في الرف استيميتنج مثلا على الار اس مينز، فاحد منتجات الار اس مينز فيها مثلا الليبر ريتس متخصصه في الكونستراكشن اندستري، فهتلاقي فيه كل الريتس انت بتدور عليها، فدي ممكن بابلش داتا. لو في مثلا مثلا مركز معين مثلا الشركات مثلا زي ما ورينا مثلا المره اللي فاتت مثلا شركات مثلا بتطلع داتا بتاعت كوست، هتلاقيها برضو بتطلع دكن داتا برضو عن الصناعات المختلفة والبرودكتيفيتي أو الإنتاجية بتاعة العمالة في قطاعات مختلفة. طبعا الأفضل من كده لو أنت عندك الداتا بيز بتاعتك، لو أنت عندك الداتا بتاعتك عندك مشاريع سابقة فأنت عارف، ويا سلام لك كمان لو أنت عارف يعني كل ما تكون الداتا بيز بتاعتك معقدة أكتر، كل ما يكون أو يعني مش معقدة اللي هي يعني بايظة، لا معقدة اللي هي يعني بتاخد في اعتبارها عوامل أكتر، كل ما يكون احسن. يعني انت ممكن بتعملها بالمقاول، انت مثلا وانت مثلا بتصب الخرسانه دي مثلا انت مثلا عندك 4 بولين في الصب مثلا، فانت عارف كل واحد فيهم عندك مشاريع سابقه ليه، فكل واحد فيهم انت عارف الريت بتاعه ايه، مش مجرد انت بتقول والله اه ان في المتوسط تكلفه الانتاجيه بتاع صب الخرسانه كذا، لا انت عارف كل مقاول من دول ايه مزاياه وايه عيوبه. ده مثلا سريع في السلق، انت عندك مثلا مشاريع كتير انت عارف مثلا ده مثلا سريع في البلاطات، ده كويس في البلاطات، ده مش ده كويس في مش عارف ايه، ففي النهايه ده مثلا حلو في الارتفاعات العاليه، عنده عده احسن في الارتفاعات العاليه، لو انت مثلا مش هتجيب بامب ولا كلام انت. فعلى حسب يعني كل ما يكون عندك فاريبلز اكتر وكل ما يكون عندك داتا اكتر في الداتا بيس طبعا كل ما تكون اقوى. لو انت ما عندكش يعني الداتا المحترمه دي في الداتا بيس خلاص بتلجأ للبابلش داتا وتجيب منها استيميت، وبتاخد برضه في اعتبارك ان ده كلام متوسط، يعني في النهايه لو بيديك اسم بيديك متوسط على الصناعه كلها، طبعا بيحاول يصلح لك على قد ما يقدر في الفاريابلز على قد ما يقدر، انه يقول لك والله خلي بالك بقى لو اللوكيشن في الحته الفلانيه بيختلف، لو الجو شكله كذا يعني نقص من الانتاجيه 10%، لو الدنيا حر قوي نقص من الانتاجيه مش عارف 15%، كلام من ده، بس في النهايه بتبقى متوسطات. انما لو انت عندك الداتا بتاعتك ده بيبقى اعظم حاجه طبعا. بس نقطة برضه ناخدها في اعتبارنا، طبعا لسه هفصل قدام يعني، بس بشكل عام ان الكوست نفسه بتاع الكوست بتاعت العمالة دي بتبقى بتتكون من كذا حاجة، الأجرة بتديها العمالة والضرايب اللي انت بتدفعها والتأمينات والبدلات، يعني مش مجرد ما تقولش انت بتقولش تكلفة العمالة هي أجرة الصنايعي اللي هي مثلا 50 جنيه هو بياخد 50 جنيه 100 جنيه و100 مثلا تقول هي دي اجره العماله، لا دي جزء من اجره العماله، دي جزء من يعني من الليبر كوست اجره العماله اللي هي الويج. انما بعد كده في حاجات تانية انت لسه بتدفعها على الليبر، يعني لو انت شغال في شركه طبعا احنا ما بنتكلمش على الشغل اللي هو اللي احنا بنسميه البلدي اللي هو الشغل اللي هو مقاول صغير مشروع صغير كلام من ده، فمش محتاج الكلام ده ومفيش ضرائب ولا تامينات ولا كلام ده. فدي خلاص يعني هو بيدفع ساعتها ال 100 جنيه وهي دي خلاص كده التكلفه كلها. انما لا لو انت في شركه وفي سيستم وفي تامينات وشركه كبيره بتاخد مشاريع كبيره، وما ينفعش اصلا تاخد مشاريع كبيره غير لما يكون عندها سيستم وتامينات و و، فساعتها الكوست تبقى اكتر من ال 100 جنيه بتاعت الصنايعي، يبقى عندك ال 100 جنيه بعد كده الضرايب اللي تدفعها عليه، بعد كده التامينات تامين ما تامينات مثلا الصحيه لو حصل له حادثه ولا لا قدر الله وقع حصل له حاجه يكون في تامينات بحيث ان هو يغطي تكاليف علاجه، يغطي ان هو ياخد يعني زي تعويض يعيشه اليومين اللي هو هيبقى قاعد فيهم في البيت عشان ما بيشتغلش، يغطي لو حصل حادثه في الشغل، يعني من جزء من التامينات ان لو حصل صنايعي مثلا شغالين مثلا في الشارع مثلا وكسروا عمود نور مثلا يكون في تامينات بتغطي الكلام ده. وبعد كده البدلات، بدل سفر بدل مش عارف ايه بدل اجازات كلام من ده. تمام بشكل عام ناخد في اعتبارنا ان تكلفه العماله بتاثر في كل حاجه، يعني على سبيل المثال بتاثر مثلا في الاكويبمنت كوست مثلا، لو انت بتحسب تكلفه المعدات فالعماله بتاثر، ان مثلا احترافيه اللي بيسوق اللودر هياثر في الانتاجيه بتاعته،
مهما كان يعني مهما كان اللودر عظيم، لو واحد ما بيعرفش يسوق كويس هيبقى بطيء في الانتاجيه. فمستوى الاحترافيه بتاعت سواق اللودر هتاثر، ممكن ياثر مثلا في عمليه التصنيع، لو انت مثلا العماله هي بتصنع الماتيريال نفسها فبتختلف برضو. الهدر مثلا في مثلا في كميات الهدر مثلا، مثلا العماله مثلا شاطره مثلا، بدل مثلا في هدر التسليح بتاعك مثلا 7% لا هم شاطرين بيخلوه 5% وبيقيسوا وبيعملوا بحيث يقللوا عدد الفضل بتاعت الحديد مثلا. عامه يعني الليبر هم يعني ده اهم ريسورس عندك في المشروع، وبيختلف تكلفته على حسب التريد بتاعته يعني كذا حاجه، يعني منها التريد اللي هي بيعمل ايه. يعني مثلا كنت سمعت مثلا اللي هو مثلا فني اللحام الغطاس ده مثلا، اللي هو بيشتغل في شركات البترول اللي هو بيغطس وبيلحم تحت البحر عشان مواسير البترول والكلام ده، ده بتبقى يوميته يعني عاليه جدا ومرتبه عالي جدا، ان هو الريسك بتاعه اصلا ان هو يعني في ريسك ان هو يموت عالي جدا والشغل صعب جدا، انت لازم تعرف تلحم وبتعرف تغطس و و و، فتلاقيه بياخد اعلى ممكن بيكون مرتبه اعلى من المهندس بحبه كبيره يعني. فالتريد نفسها بتختلف، انت مجرد عندك مثلا مجرد واحد هيلبر او واحد يعني بيساعد الناس بيناول الناس، غير لما يكون صنايعي شاطر مثلا بيعمل حاجه معينه. فمثلا مثلا اجره صنايعي غير اجره صنايعي الكهرباء غير اجره صنايعي المحاره المباني وهكذا. فالتريد بيختلف الكلام على اساسها. واللوكيشن انت شغال فين، المكان نفسه، لو انت مثلا بتعمل مشروع مثلا اللي بتعمل نفس الحاجه في التجمع الخامس، غير مثلا لما تكون بتعملها مثلا في قريه ما، مع انها نفس الحاجه بالظبط، هي يعني في النهايه الثقافه بتاعت المكان، كل مكان وبيبقى ليه تسعيره بيتسعر بشكل مختلف، بجانب طبعا الظروف المعيشيه. لما انا مثلا صنايعي مثلا وانت مثلا شغال في العاصمه الاداريه الجديده مثلا، فبنبات هناك مثلا بالاسبوع مثلا ولا حاجه وننزل يومين اجازه، فساعتها يوميتي هتختلف غير لو انا مثلا شغال جنب بيتي وبروح بيتي كل يوم، فانت يعني لازم بيتاثر الريت بالكلام ده. تمام، فدي كانت مقدمه يعني الفكره كلها. نبدا نتكلم على اول كومبوننت عندنا اللي هو البرودكشن ريت، اللي هي انتاجيه العامل. الانتاجيه الناس بتعرفها بشكلين، يا اما اللي هي الكاباسيتي يا اما اللي هي اليونت تايم. الكاباسيتي اللي هي قدره الـ الليبر على الانتاج، هو يقدر مثلا يعمل كذا يونت في الساعه، يقدر يعمل 1000 طوبه يعني يرص 1000 طوبه في الساعه، اكيد 1000 ده رقم مبالغ فيه يعني، بس يعني ماشي يعني، فهو خليها 150 200 طوبه مثلا، فهو مثلا الصناعي بيرص 200 طوبه في الساعه، فدي الكاباسيتي اللي هي القدره او السعه بتاعه العامل. او ان انت ممكن تقول لا انا هخليها اليونت تايم، اليونت تايم اللي هي الوقت اللي بياخده العامل عشان يعمل يونت. فانت بدل ما انت بتقول هو احنا بنصب مثلا 6 متر في الساعه، بنقول لا المتر بياخد 10 دقائق. فهنا انت بتقيس نسبه للقدره بتاعه الانتاج بتاعه الليبر، بينما هنا انت في اليونت تايم انت بتقيس اليونت دي بتاخد وقت قد ايه. فهي في النهايه بتبقى حاجه مقسومه على حاجه، يا اما التايم على اليونت يا اما اليونت على التايم. اليونت ممكن تكون حاجات كتير، ممكن تكون بالايتم نفسها زي مثلا الطوب، بتقول بالالف بتحسبها بالالف طوب. لو مثلا بتركب مثلا بانلز، بتركب وحدات مثلا بالواجهات والكلام ده، فبتحسبها بالوحده، تقول والله الوحده بنعمل كذا وحده في الساعه. او ممكن تكون بالقياس، بنعب الانتاجيه بتاعه الصنايعي مثلا في المحاره مثلا كذا متر مربع في الساعه، لو بيحفر مثلا حفر يدوي مثلا بيحفر مثلا كذا متر مكعب في اليوم او في الساعه، فدي اليونت. التايم بالنسبه لك هتبقى يا اما غالبا يا اما ساعه يا اما يوم. في حاجات ممكن تبديها بس دي تبقى حاجات يعني خاصه جدا يعني، بس هو في العادي يا ساعه يا يوم. امثله على كده زي ما قلنا، لو انت مثلا بتصب خرسانه، فانت عندك ليبر كرو او يعني مجموعه صنايعيه، انت قسمهم يعني طقم صنايعيه مع بعض، ففي دول بيشتغلوا مع بعض بمعداتهم بحاجتهم بكده، بيقدروا ينتجوا 10 متر مكعب في الساعه. ده لو انت هتخليها كاباسيتي. طب لو انا هخليها ليبر كرو، لو انا هخليها اسف لو هخليها يونت تايم، لو هخليها يونت تايم هقول لا هتبقى هي عباره عن 10 على 60 اللي هي 0.167، يعني هو بياخد 0.167 ساعه عشان يصب متر مكعب واحد، او لو نعملها بالدقيقه ان هو بياخد 6 دقائق عشان يصب المتر المكعب الواحد. فهي طريقتين للتعبير،
عشان لو شفت الشكل التاني، الطبيعي ان احنا بنقول كذا متر مكعب في الساعه، كذا طوبه في الساعه، بس لو شفت الشكل التاني تبقى فاميليار. وساعات سوفت ويرز بتاخد الشكل التاني، فتبقى يعني الموضوع بالنسبه لك مش جديد. تمام. البرودكشن ريت بتاع الليبر عامه يعني كذا حاجه بتحدده، انت ممكن تجيبه منين؟ ممكن تجيبه من الريكوردز اللي عندك، زي ما احنا قلنا لو انت عندك داتابيز او ريكورد بخلاص بتخش عليها وبتشوف. ممكن تعمل من الفيلد اوبزرفيشن لو انت ما عندكش داتابيز بس عندك يعني ناس عندك قبل كده رحت مثلا مشاريع معينه مثلا، فبتروح مثلا اي مشروع وتشوف وتبص والله الناس دي بتعمل تشتغل ازاي، ورقه وقلم، وبتشوف والله هم عملوا كذا يونت والنهارده عملوا كذا يونت، فبحسبها والله اشوف هم اشتغلوا ازاي، وبناء عليه هم بينتجوا كذا في اليوم بيزد على الظروف اللي عندهم. كان عندهم ظروف 1 2 3 4 في الموقع، فبيزد على شكل الظروف دي هم بينتجوا كذا في اليوم. او انت ممكن تيجي في الموقع وتعمل فيلد ترايل، تقول والله خلاص يلا اشتغلوا وتشوف والله اول ما يبداوا يشتغلوا عملوا كذا كذا وحده في الساعه او في اليوم، وبيزد على الكلام ده خلاص انا عملت جربت الطقم ده والطقم ده بيشتغل بالسرعه دي تبقى دي سرعته. او لو انت عندك جايد لاين زي ما احنا قلنا، لو في جايد لاينز، لو في بابلش داتا زي الارس مينز والكلام ده، او بالخبره انت خلاص راجل بقيت خبير في السوق، فخلاص الموضوع بالنسبه لك يعني انت الارقام موجوده في دماغك وانت حافظها يعني، وموضوع بقى يعني بالنسبه لك بقى شيء طبيعي مش محتاج ان انت تجيب داتا منه. او لو والله ممكن يكون سب كونتراكتورز مثلا ادوك استيميتس قبل كده مثلا في مشاريع تانية وانت مريض هتشتغل بالطقم بتاعك، فانت اوريدي عندك داتا قريبه ممكن تشغلها عليه وهكذا. خد دايما في اعتبارك، خليك ما يعني خليك خليك اول حاجه واقعي، يعني ما تقولش ان مثلا هيشتغلوا مثلا ان مثلا طقم العمال مثلا بيشتغل الثمان ساعات بتوع يوم كاملين، لا ممكن بيقف يريح في النص بياخد نفسه شويه مش عارف ايه، لو طبعا في مصر الشاي طبعا الكلام ده. فخليك واقعي انت ما بتشتغلش يعني الثمان ساعات كلهم كاملين، فبتستعمل زي efficiency اللي هو يعني ما فيش حاجه اسمها 100% efficiency، دايما مثلا بتقول لا هنشتغل مثلا 75% efficiency الكلام ده، او على حسب يعني طبعا هنيجي بالتفصيل يعني على ظروف الشغل، بس بشكل عام يعني لو هتاخد رقم اعتباطي عشان انت ما عندكش ظروف الشغل بتقول مثلا 75 مثلا، ده رقم مقبول. بعد كده لازم تاخد في اعتبارك يعني الفاكتورز عامه بتاعه المشروع، زي مثلا مستوى الاشراف، هل المشرف شاطر ولا لا، ممكن مشرف يعني صناعيه شاطرين بس المشرف مش شاطر فملخبط الدنيا. كلايمت كونديشن، ناس شغاله مثلا والدنيا قاعده بتمطر عليهم او واقفين في الشمس القاحله ولا ايه بالظبط، ف محتاجين نشوف الموضوع ده. كومبلكسيتي اوف ورك، يعني مثلا لما انا الحداد مثلا لما بيشتغل في بلاطه غير لما بيشتغل في سلم، طبيعي السلم بيبقى معقد اكتر ومحتاج شغل اكتر، فهتلاقي مثلا انك الوقت اللي بياخده طن تسليح في السلم اكتر بكتير من الوقت اللي بياخده طن التسليح في البلاطه. وفي نفس الوقت يوز اوف اكويبمنت، هل هو بيحتاج اكويبمنت هتساعده؟ هل اصلا ظروف الموقع بتساعد على الاكويبمنت؟ يعني ممكن يكون اصلا يعني الاكويبمنت في الطبيعي مثلا ان هي بتساعده بس هي مثلا حته ضيقه، هو اصلا يعني عشان يدخل المكنه فيها مش عارف، لا كان اسهل ان هو يعملها مانيوال مثلا وهكذا. تمام. من الحاجات اللي انت ممكن بتعملها دايما يعني في الشغل بتاعك في الموقع ان انت يبقى معاك زي ريبورت او ريكورد للبرودكشن بتاعتك، فانت كل يوم بتقول انت وانت شغال المهندس الموقع وهو شغال كل يوم بيسجل بيقول لك والله انا النهارده خلصت كذا وحده، انا النهارده كنت بمحر، محرت الصناعيه مثلا محروا 200 متر مربع مثلا، 100 متر مربع محار. تمام. طب ال 100 متر دول مين اللي عملهم بالظبط؟ فانت بتقول كان عندي، بتقول والله يعني بتقول عدد العماله اللي عندك وانواعها، فانا كان عندي النهارده خمس صناعيه وخمس صبيان او خمسه اللي هم بتوع المورترنج وخمسه هيلبرز بتوعهم اللي هم الصبيان بتوعهم. ففي النهاية فأنت عارف العدد، فأنت عندك الكمية كده وعندك العدد تعرف تجيب الإنتاجية. بس ممكن بتعملها لو أنت بتشوف الوقت الكامل عشان يخلص الجوب كله، ممكن بعد كده تشوف بقى الديسكريبشن الكونديشنز نفسها، هما كانوا شغالين في وكانت مثلا كانت مثلا شغالين على سقالات غير اللي هما واقفين على الأرض، فدي اللي هي بيسموها الكونديشنز، ان دي بتاثر في الانتاجيه بتاعتك. لما انا مثلا شغال محار على او واقف على سقالات عشان بعمل واجهه، غير مثلا واقف مثلا بمحر في حيطه في اوضه، فتبقى اسهل بالنسبه له سرعه المناوله مثلا اللي هو الصبي بتاعه بيناوله في السرعه في الكلام ده، انتاجيه الصنايعي نفسه هو واقف على السقاله اكيد بتبقى ازاي وهو واقف على الارض. فدي اللي هي لازم بتشوف الكونديشنز نفسها اللي عندك ايه اخبارها. مثلا انت مشاور مثلا الاسمنت في مكان بعيد عن الشغل، فهو اصلا يعني الصبح اصلا بكل يوم الصبح مثلا بياخدوا ساعه او نص ساعه عشان ينقلوا كام شكاره اسمنت اللي هيشتغلوا بيها عشان يبداوا يشتغلوا بيها، فدي كلها من الجوب كونديشنز بتاعتك. بعد كده زي ما قلنا بتشوف الجو،
نفسه برضو بيأثر جامد، واي اذر فاكتور انت ممكن تشوفه يعني محتاجه مثلا انت تاخده في اعتبارك. وهنتكلم على الفاكتورز دي يعني بالتفصيل. فايه الفاكتورز دي؟ هل زي ما قلنا بيستعمل الاكويبمنتس ولا لا؟ يعني مثلا معلش اسف للمقاطعه، بس هل في سلايد حضرتك بتعرضه ولا ولا ما فيش سلايد؟ عشان الناس بتسال على الشات. هو السلايدز كل ده مش باينه؟ لا هو لا هو ما فيش اي شير خالص من اول ما بدانا. النهار ابيض. معلش انا اسف بس انا لاحظت في اسئله كتير، فانا كنت فاكر ان حضرتك ما فيش سلايد النهارده. انا عامل شير للسكرين، هذا كلام غريب. انا عامل شير. لا هو ما فيش شير من اول ما بدانا. لا 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 انا اسف للمقاطعه. لا لا انا اللي اسف انا كده. طب طب اسال الناس، هل نبدا من الاول وجديد ولا ما يطلبوا المستمعون؟ ما عنديش مشكله. ممكن نكمل. هو لو حد عايز نبدا من اول وجديد يعمل ريز هاند، اللي مش عايز ونبدا نكمل ما يعملش ريز هاند. يعني اللي محتاج ان احنا نبدا من اول وجديد يا ريت يعمل ريز هاند. تمام دكتور احنا ممكن نكمل. طيب انا بعتذر جدا يعني دي غلطه من عندي يعني. يلا يلا نخرج منها محمد مش مشكله، يعني اعتبرها غلطه من عندي. فنعتذر. طيب برضو يعني نرجع بشكل سريع عشان لو الناس يعني ما تروحش مننا خالص. فدي اللي هي السلايدز، يعني ما قلتش حاجه يعني في السلايدز حتى الان، معادلات او كلام من ده قوي. دي اللي هي قلنا الكورس فلو بتاعنا، وان احنا هنتكلم النهارده على الليبر كوست. ده قلنا ان هو الليبر كوست ده جزء منين بالظبط، وان احنا بنتكلم لسه بنحسب البرايس ازاي، والتوتال كوست دايركت واندايركت. احنا بنتكلم على الدايركت. دي اللي هي المعادله اللي انا كنت بتكلم عليها، اللي هي تكلفه العماله، هي عباره عن الكميه مقسومه على الانتاجيه مضروبه في سعر العماله قد ايه. واتكلمنا على المصادر بتاعت كل حاجه فيهم، بس الباقي كان كله مجرد يعني كلام شافوي ما فيش فيه حاجه. دي بعد كده البرودكشن ريت بتاعي، قلنا ان هو يا اما كاباسيتي يعني هي الساعه الانتاجيه، انت تقدر تنتج انت كعامل تقدر تنتج كذا وحده في الساعه، او ان احنا بنحسبها بالوحده اللي هي اليونت تايم، انت الوحده دي بتاخد كذا ساعه. قلنا الفرق ما بينهم وديت اكزامبل على كده بس. وبعد كده بنتكلم بقى على الفاكتورز. فوصلنا اللي هي الفاكتورز اللي بتاثر في الانتاجيه. فزي ما قلنا استخدامك المعدات، يعني مثلا حداد مثلا شغال مثلا وبيعمل مثلا سلك رباط بايده، ولا معلم هو المسدس اللي بيعمل سلك رباط، فده بيأثر على سرعته، بيأثر على انتاجيه. حجم الكرو، هل الكرو حجمه يعني فيه صناعيه كفايه ولا لا؟ ومش شرط كل ما الحجم يكبر كل ما تكون حاجه حلوه، انت بتحسب حجم الكرو بناء على كذا حاجه، منها اللي اوت بتاع السايت بتاعك. يعني في النهايه ممكن العماره مثلا لو هي مثلا انت بتعمل مثلا دور في عماره صغيره، انت لو جبت 50 صنايعي مش هيعرفوا يشتغلوا اصلا، لان هم يعني هيبقوا لخمين بعض ولا. فانت بتحاول تشوف ايه الاوبتيمم سايز بتاع الكرو اللي يتناسب مع الشغل بتاعك. ماشي. بعد كده بتشوف الماتيريال تايب، الخامات اللي بنستعملها ايه، شكل الخامه نفسها بيأثر معاك في الشغل. حاجه مثلا فيري حاجه مثلا ممكن رخام مثلا، نوع من الرخام مثلا يعني بيستحمل، او نوع تاني من الرخام مثلا بيتكسر بسرعه، فطريقه الهاندلنج والكلام ده بتاثر في السرعه بتاعتك في الشغل. الماتيريال نفسها الى اي مدى هي مصنعه مسبقا، يعني هل مثلا انت اللي بتعمل الواجهات بتعملها من الصفر، ولا انت عندك اوريدي بانلز بتركبها هي جاهزه ومتظبطه انت مجرد بتلزقها وتركبها. السايت لاي اوت زي ما قلنا، هل مثلا انت مثلا حاطط لهم كل الحاجات اللي هم حاطط للعمال كل الحاجات اللي هم محتاجينها جنبيهم، ولا في وقت بيضيع في ان انا الصناعي بيروح يجيب مثلا اسمنت من حته بعيده سنه في الموقع ويرجع تاني. وزي ما قلنا الوركينج سبيس، انه في نهايه في مكان كافي ان العامل يعرف يتحرك، ولا كتير والدنيا زحمه ومش عارفين يشتغلوا من بعض. الويذر كونديشن زي ما قلنا، المكان اللي بيشتغلوا فيه، شغالين في حته مثلا في يعني حتى في شكل طبي، لو انت شغال مثلا في حته مثلا مناطق هي اصلا ارتفاعها على مستوى سطح البحر عالي، فيقول لك لا ده بيأثر في الانتاجيه، الاكسجين بيبقى اقل مش عارف ايه، فيبقى الناس بتتعب بسرعه كلام من ده. تاني زي ما قلنا الايكويبمنت كاباسيتي ساعتها اللي بتأثر. ساعات انا كصنايعي شاطر جدا، بس انت مثلا انت مثلا بتصب خرسانه مثلا وما عندكش غير بامب واحده، فانت لو جبت 5000 عامل ما زال انت الانتاجيه
متاثره بالكباسيتي بتاعه البامب. هي البامب اخرها مثلا بتصب كذا متر مكعب في الساعه، فدي الانتاجيه. مهما زودت في العماله مش هتفرق. فانت ساعات بتكون اللي ربطك في الانتاجيه الاكويبمنت بتاعتك، وهتبان اكتر بعد كده مثلا لما بنتكلم على الاكويبمنت كوست، ونتكلم مثلا على البالانسنج ما بين الحفار وعدد العربيات بتنقل. بعد كده مثلا برضو من الفاكتورز الاوفر تايم والفتيج. انت لما بتشغل ناس اوفر تايم ما تتوقعش منهم نفس الانتاجيه بتاعته وهو لسه صاحي من النوم وجاي الصبح بدري ونشيط، اكيد بيتعب، فبيحصل له نوع ارهاق وكلام من ده، فتوقع ان انتاجيته تبقى اقل. المورال نفسها، الناس نفسها يعني نفسها مفتوحه على الشغل، ولا في مشاكل في الشغل وحد الملاحظ مضايقهم او مدير الموقع مضايقهم كلام من ده، فبيأثر في الانسنتيفز الحوافز. خلصوا مثلا، لو خلصت مثلا بدري ليك مكافاه مش عارف ايه الكلام من ده. الجنرال ايكونومي، الاقتصاد نفسه، الوضع الاقتصادي نفسه. يعني مثلا الوضع الاقتصادي لو حلو هتلاقي مثلا بيأثر في العمالة، الوضع الاقتصادي لو وحش بيأثر في العمالة، بس بالعكس. الوضع الاقتصادي لو حلو انا ممكن اتدلع في الشغل شويه، ان ساعتها لو انا مشيت من هنا هروح حته تانية خلاص، اللي هو اصلا السوق محتاج ناس والوضع الاقتصادي منتعش والسوق محتاج ناس، فانا همشي من هنا هلاقي شغل بسهوله. انما مثلا الوضع الاقتصادي سيء ساعتها لا، انا يعني بشتغل بايديا واسناني، ان الشركه كل شويه بتمشي حد، فانا لا انا مش عاوز ابقى الحد اللي بيمشي ده، فانا لازم يعني باظهر افضل ما لدي وبجتهد جامد عشان خاطر ان ما بقاش انا الشخص اللي هيمشي. فالجنرال ايكونومي نفسه بيأثر وهكذا. فدي فاكتورز، ممكن في فاكتورز ثانيه طبعا كتير يعني، بس ده مجرد يعني حصر لبعضه. تمام. جزء من العوامل اللي بتأثر برضو في الانتاجيه اللي هي بنسميها الليرنينج كيرف، اللي هو منحنى التعلم. انت مثلا هتيجي بتعمل حاجه اول مره، لما جيت مثلا تكتب على الكمبيوتر اول مره كنت بطيء جدا جدا، مع الوقت انت خلاص دلوقتي ممكن ساعات يعني انا مثلا بكتب ما بحتاجش ابص للكيبورد خلاص، انا كنت متعود على الكتابه ما بحتاجش ابص على الكيبورد، طبعا ساعات بتلخبط يعني، بس في العادي ما بحتاجش. فدي اللي احنا بنسميها الليرنينج كيرف، اللي انت اول مره جيت تكتب على الكيبورد ده اللي هو ايه يعني، ده اللي بيسميه الورك سايكل نمبر، اللي هي بتعمل بتنتج قد ايه، او الوحده بتاعتك بتنتج وحده كام، اللي هي عدد الوحدات اللي انت بتنتجها. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على الكيبورد مثلا بتبقى مثلا عدد الكلمات اللي انا بكتبها في الوقت. في الاول مثلا انا كنت عشان اكتب كلمه باخد وقت كتير، ان انا بعمل حرف تك حرف تك وقاعد ابص على الكيبورد كده ابص طلعت ولا لا، فكل شويه. مع الوقت لا ببقى سريع 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 سريع، اسرع اسرع، لحد ما خلص بقى وصلت اللي هي الماكسيمم سبيد بتاعتي، بعد كده الكيرف بيرجع فلات تاني. فدي اللي احنا بنسميها الليرنينج كيرف. ولو في النهايه الصنايعي لو لسه جديد في الشغلانه مثلا بنا مثلا، فتلاقيه مثلا بيعمل مثلا في الساعه مثلا 100 طوبه، ويقعد كل شويه مثلا يقيس بالخيط والميزان ومش عارف ايه، ان ايده مش مظبوطه لسه. مع الوقت ايده بتبدا تظبط، فبيحتاج وقت اقل عشان يعمل نفس ال 100 طوبه، وقت اقل خلاص بعديها بشويه وممكن يعمل سطر كامل طوب مثلا، ومش وفي الاخر كده يوزن ويتاكد بس مثلا في طوبه بارزه ولا حاجه، ويروح عادلها بطرف اللي في ايده بيسموه ايه مش فاكر، المهم بيعدلها وخلاص يعني. ففي النهايه مسطرين، لا مش مسطرين، مسطرين بتاع المحاره معلش. ففي النهايه هو في النهايه بيبدا يتعلم يتعلم يتعلم، فعند النقطه اللي هي خلاص بقى اللي هي اقصى نقطه في التعلم كده جايب اخره في السرعه، اللي احنا بنسميها الليرنينج ثريشولد. او ممكن لو انت عاوز تحسبها بالانتاجيه بتبقى العكس، في الاول انتاجيتك هي نفس الكلام بالظبط يعني، الفرق ان انت ايه هنا بتقول اليونت مع التايم، هنا بتقول اليونت مع الانتاجيه، هي نفس الكلام بالظبط. ففي النهايه انتاجيتك قليله، انتاجيتك قليله بتعلى 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 لحد ما جبت اعلى انتاجيه عندك، وبعد كده تبقى ستريب بعد كده. دي احنا بنسميها الليرنينج كيرف، اللي هو في النهايه او مدى احترافيه الصنايعي، اللي هو خلاص بيتعلم مع الوقت. ده مثلا جزء تاني من الليرنينج كيرف، اللي هو مثلا انا مثلا في اول اليوم بتفرق، حتى ممكن في اول اليوم يعني لسه اول اليوم ولسه بادئ يعني، ها بعديها بشويه بس بتلاقيني بقيت اسرع. يعني لسه اول وانا بادئ اليوم ممكن تبقى ايدي بطيئه شويه شويه شويه، بقيت اسرع باسرع اسرع. ساعات مثلا حتى في الليرنينج كيرف نفسه لو احنا مثلا اشتغلنا على مشروع، فانا ده اول ده مثلا كان اول مشروع ليا معاك في الشركه، فكنت لسه بطيء خالص، بعد كده بقيت سريع 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 سريع، بعد كده وقفنا مشروع مثلا فتره وروح رجعنا مشروع تاني، فايديا وقفت سن بعد، بس انا بس ما ضيعتش خالص ورجعت لمرحله الصفر، لا يعني بطأت سنه صغيره بس هي السنه دي. بعد كده الليرنينج كيرف بتاعي بيكمل، ما زلت بتعلم 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 بتعلم، بعد كده تاني وقفت تاني، بعد كده خلاص بقى ايديا خدت على الموضوع خالص. نفس الكلام هي نفس الكلام بالظبط في انتاجيه، بس عبت بالسكشنز كمان.
بس. فالليرنينج كيرف يعني بيعتمد على الفاميلياريتي بتاعتك انت لاي مدى، هل انت اول مره بتبني حيطه في حياتك ولا لا، خلاص انا واخد على الموضوع واخد بالي الموضوع. انت مثلا كصنايعي مثلا طول عمره مثلا بيشتغل طوب احمر مثلا، قلت له اشتغل نوع طوب تاني، فده هياثر على انتاجيته. هو ما زال عنده كل السكيلز بس لسه مش فاميليار قوي بنوع الطوب الجديد ده، ايده مش واخد عليه، فهي ممكن بطيء سنه في الاول بعد كده هيظبط. بعد كده تاني موضوع الكوردينيشن، انت مثلا الصنايعي بيجي مثلا بيلاقي كل حاجه جاهزه، بيلاقي مثلا لو من خلينا في خليه في المثال بتاع البنا مثلا، هو بيجي بيلاقي الميه جاهزه والاسمنت جاهز وكل حاجه الماتيريال كلها متشونه جنبه جاهزه، ولا كوردينيشن وحشه. ما نفس الكلام في المانجمنت، نفس الكلام في السوبرفيجن زي ما قلنا. الطرق نفسها بيستعمل الطريقه اللي بيستعملها حلوه ولا وحشه، بطيئه ولا سريعه، مع تولز واكويبمنتس كويسه ولا لا، وحجم الشغل قد ايه. كل ما حجم الشغل بيكبر كل يعني ما الليرنينج كيرف نفسه جوه المشروع بيزيد، ان هو مش بيقف يعني مش مثلا اشتغل يوم ووقف شويه، لا ده هو مثلا قعد مثلا بنا فضل شغال شهر في نفس المشروع، فساعتها لا الكيرف يقعد ينزل بقى براحته. فدي اللي هي الليرنينج كيرف. تمام، دي معلش ممكن تكون ارقام مش واضحه شويه بس عشان بس انا اجيبها من الريفرنس. فدي مثلا ارقام استرشاديه ممكن بتاخدها في اعتبارك. وده مثلا لما قلنا مثلا لما كنا بنتكلم مثلا على الجنرال ايكونومي مثلا، لما بنتكلم مثلا على تاثيره مثلا على الانتاجيه، لما قلنا الاقتصاد لو وحش هيخلي الناس عاوزه تنتج اكتر عشان هي خاطر يعني هو خايف الشغل يروح منه. فهنا مثلا بيقول لك مثلا لو عالي امتى وواطي امتى وافرج امتى وواطي امتى مثلا على حسب بريسبريس اللي هو يعني الاقتصاد مزدهر او نورمال عادي ولا هارد تايمز. فبقول لك لو الاقتصاد مثلا خلينا مثلا كان الاقتصاد عادي، فتلاقي البرودكشن افشنسي بيرسنت اللي هي يعني نسبه الانتاجيه قد ايه مثلا ممكن تروح بين 55 لحد 85. لو الاقتصاد هارد الدنيا صعبه على الناس تلاقي الانتاجيه عليت، ان هو ساعتها ممكن يوصل 100% الناس بتموت نفسها في الشغل. فنفس الكلام مثلا الليبر مثلا، لو مثلا على الليبر مثلا مستوى التدريب مثلا بتاعه، لو مستوى التدريب بتاعه مثلا ضعيف او متوسط او عالي، فمستوى التدريب بتاعه لو ضعيف توقع ممكن انتاجيته تبقى مثلا من توصل لحد 25% بس، قليله جدا. بعد كده لا لو مستواه عالي في التدريب فلا ممكن يوصل 100% في بعض الاحيان. فدي في النهايه فاكتورز تاخدها في اعتبارك وانت بتنتج. السلام عليكم، معلش في تقريبا من القطع اتكسر فمنتظرين دكتور يطلع. الو، ايوه الو دكتور، انا بعتذر بشده اللابتوب فصل شحن ولا نسيت اوصل الشاحن، معلش المحاضره النهارده لخبطه شويه. لا مفيش مشكله دكتور، الله يكرمك. طيب الناس وقفت معايا لحد فين؟ انا السلايد دي الناس شافتها كلها خلاص ولا السلايد دي ما حدش خد باله منها راحت قبل ما يفصل؟ دكتور هو ممكن حضرتك تعمل شير معلش عشان لسه ما فيش شير. نفس الغلطة تاني ماشي. تمام انا بتكلم على السلايد دي، هل الناس انا كنت خلصتها هل الناس شافتها ولا دي راحت مع والجهاز بيفصل؟ لا دي احنا شفنا السلايد دي. طيب تمام، فدي بكده يعني نكونكلود الفاكتورز اللي هي بتاثر في الانتاجيه بتاعتك. ده بشكل عام يعني زي ما قلنا في الاول، يعني لو انت ما عندكش مش عارف تحسب الفاكتورز دي ممكن بشكل اعتباطي يعني تقول مثلا انا الانتاجيه الادجستمنت اللي هاخدها مثلا الانتاجيه بتاعتي من 45 ل 50 دقيقه في الساعه، يعني عندك هالك من ربع ساعه اللي هي 25% ل 10 دقائق كمتوسط. ممكن تحتاج تعمل ادجستمنتس اكتر من اللي احنا قلنا عليها على حسب الكونديشنز بتاعتك. لو انت المشروع بتاعك ليه ظروف خاصه محتاج ان انت تعمل اناليسز للموقف للموقع اللي انت شغال فيه والديتا اللي عندك بحيث تشوف تظبط موضوع الفاكتورز، ان تاني الفاكتورز دي انت محتاج يعني محتاج تعرف ظروف الموقع بتاعك عشان تشوف ايه الفاكتورز اللي تستعملها، وفي نفس الوقت تعمل اناليسز للديتا اللي عندك القديمه عشان تعرف دي كان ظروفها ايه.
فما تاخدش نفس الرقم بتاعها كده زي ما هو ان الرقم ده متاثر بالظروف، لا محتاج تلغي تاثير الظروف. يعني هو مثلا لو كانوا مثلا بيشتغلوا مثلا تحت مطره مثلا فانتاجيتهم اسرع قلت مثلا 20%، فانت تستعمل الرقم ده مش تاخده زي ما هو وانت مش شغال في مطره، فانت محتاج تعليه 20% اللي هي راحت دي او 10 20% اللي راحت دي بس. فدايما انك تعمل ايفالويشن وكومباريزون بتساعدك. فبكده احنا خلصنا اول كومبوننت في حساب الليبر كوست اللي هو البرودكشن ريت. تاني كومبوننت اللي هو الكوست ريت نفسه اللي هو بقى تكلفه التكلفه قد ايه، الساعه بتقف عليها بكام. فالكوست فزي ما احنا قلنا ان المعادله عندنا الليبر كوست ثلاث حاجات، الكميه بقسمها على البرودكشن ريت ده بيديه الوقت، بعد كده بضربه في تكلفه العمل في الساعه. فوالله انا 10 ساعات والتكلفه زي ما قلنا 500 يبقى 5000. طيب التكلفه دي بتتكون من ايه؟ من كذا حاجه. اول حاجه اللي هو الويج او البيز ريت اللي هو اليوميه بتاعت الصناعي. انت في النهايه بتدفع تكلفه عماله كذا في اليوم. طبعا لو انت شغال في شركه كلام من ده بيبقى الوضع مختلف، يعني ممكن بتحسبه بقى بالمرتب او بتحسبه بالساعه على حسب. بس في النهايه بينتهي الامر ان انت بتفصصه للكومبوننتس دي. اول حاجه اللي هي الويج. ثاني حاجه لو في اوفر تايم، فالاوفر تايم بيتحسب لوحده ان هو بيبقى الريت بتاعه اعلى. يعني انت مثلا في العادي مثلا بتدفع مثلا في الساعه مثلا 30 جنيه مثلا، فلا ال 30 دي مش هتدفعها في الاوفر تايم، ال 30 دي مثلا بتبقى 40 او 50 او 60 على حسب. ثالث حاجه الضرايب. فالضرايب مثلا لو هنتكلم مثلا على السيستم الامريكي مثلا، انا هدي مثال لان الناس كانوا طلبوه ان هو يعني ان احنا يعني لو هنتكلم على السيستم العربي فبيختلف جامد يعني. انما لو كان السيستم الامريكي ان هو ستاندرد، بالذات ان في ناس بتعمل شغل باك اوفيس فممكن يكون مفيد ليهم. فاحنا بنتكلم على الضرايب عندنا حاجتين، عندنا السوشيال سيكيورتي وعندنا الان امبلويمنت. السوشيال سيكيورتي اللي هو المظله التامين الاجتماعي العام للناس كلها، والان امبلويمنت كومبنسيشن اللي هي بحس لو انا كصنايعي مثلا قعدت في البيت ما عنديش شغل، الدولة مش عارف اجيب شغل للسوق نايم او لاي سبب ما، الدولة بتديني زي مرتب صغير كده على ما اعرف اقف على رجلي تاني واجيب شغل. التأمينات من اللي هي التأمينات بتاعت الوركر كومبنسيشن لو انا حصل لي حادثة كلام من ده محتاج تعويض، فالتأمينات بتغطي الجزء ده. او الببليك لايبيليتي والبروبرتي دامج اللي هو زي ما قلنا انت شغال مثلا كسرت عمود نور، فانت كسرت حاجة يعني اللي هو دمرت ملكيات مش بتاعتك، سواء بتاعت الدولة او خبطت حاجة العمود النور ده مثلا الخاص بفيلا جنبك بتاعت حاجة خاصة، ففي النهاية محتاج تأمين يغطي الموضوع ده. اخيرا الفرنج بنفيتس اللي هي زي ما احنا قلنا اللي هي تبقى البدلات بقى والكلام ده، بدل اجازات بدل مش عارف ايه الكلام من ده، دول كلهم بيخشوا في الليبر كوست. في النهاية بحس في النهاية لان في نهاية تكلفة العمالة بتاعتي مش مجرد بس المرتب، لا كمان الحاجات اللي دفعتها عليه عشان اعرف خليه يعرف يعمل الشغل ده. وتاني لو انت شغال طبعا بلدي فالبلدي خلاص هو بيبقى غالبا هي مجرد الويج وخلاص، بس احنا بنشرح يعني الصح والموست كومبليكيتد كيس. تمام، لو هنتكلم على الويج فلازم نفهم يعني لما بنتكلم على الويج ده بيختلف زي ما قلنا على حسب الليبر نفسه شغال ايه، السكيل زي ما احنا قلنا مثلا اللحام الغطاس ده مثلا بياخد اعلى من المهندس نفسه فاللي هو شغال شركه البترول، والموقع نفسه كمان بيختلف. فده مثلا على سبيل المثال مثلا، فده مثلا اللي هو البيز اهو ده مثلا ده دي صفحه مثلا من الار اس مينز اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت بتاع 2019. فبيقول لك مثلا لو سكيلد وركر غير الهيلبر، هيلبر الافريج اللي هو اللي احنا بنسميه الصبي بيساعد، هو مساعد بيناول، فده مثلا تكلفته مثلا اجرته في الساعه مثلا $38.85 قرب ال $40. بينما مثلا لو هو سكيلد يعني واحد لا صنايعي شاطر بياخد حوالي $53.5. الفورمان اللي هو المشرف على العمال بيبقى على حسب شغال شغل جوه ولا بره، بيقول لك انسايد واوتسايد يعني شغال مثلا في الموقع في الارض ولا لا مثلا شغال في بيت مثلا بيركبوا مثلا خلاطات مثلا او سباكه كلام من ده، فهو انسايد مش اوتسايد فبيختلف. فتلاقي مثلا الاوتسايد مثلا اعلى ب 55 قرب ال 55.5 بينما الانسايد ب 54 وهكذا. فدي اللي هي البيز. وتلاقي هنا مثلا بيقول لك مثلا نسب التامينات متوسطه قد ايه، وركر كومبنسيشن انشورنس، والاوفر هيد الافرج مثلا بتاع الشركه قد ايه الكلام من ده. بس يعني انا متركزي هنا في الحته اللي هي الاورلي او اسف البيز ويج، ان هو يعني بص وشوف الاختلاف يعني على حسب التريد على حسب اللي الصنايعي ده بيعمل ايه سعره بيختلف، واي حد يشتغل اكيد عارف الموضوع ده يعني. بس عشان لو في طلبه يبقى متخيل الفكره يعني.
فمثلا بتلاقي مثلا equipment operator مثلا يعني سواق اللودر مثلا، لو لايت equipment مثلا لودر صغير مثلا 51 مثلا، لو مثلا حاجه كبيره لا بيبقى 58 57 ونص وهكذا. تمام، في ثلاث حاجات انت ممكن من خلالها تعرف الاورلي ريت بتاعك او الصناعي بيقف عليك بكام. يا اما بيبقى اليونيون اللي هو في النهايه لو في نقابه كلام من ده او اتحاد عمال هو بيحدد، هو خلاص هو بيحافظ على حقوق العمال وبنفس الوقت بينظم العلاقه ما بين الاونر او الناس اللي عايزه تعمل بيزنس ومع الصناعيه او العمال. فهو بيقول له والله فالاتحاد العمال ده هو بينظم الدنيا بحيث ان العمال اللي يطلبوا يفتروا في السعر ولا الاونر يعني يسحق العمال. فبيقول لك والله اليونيون بيقول والله ان الريت ده كذا، الصناعي مثلا بياخد كذا يوميه اللي هو صناعي المحاره مثلا بياخد كذا يوميه. او ده فده الاوبشن الاولاني. الاوبشن الثاني اللي هو الاوبن شوب ويج اللي هو لا خلاص احنا بنتفق مع بعض، يعني انا كامبلوير وانت كامبلوي بنتفق مع بعض، انت كمقاول انت كمالك بتتفق مع المقاول مثلا الساعه كذا للنفر عندك، او ان انت بتستعمل البريفيلنج ويج. البريفيلنج ويج ده بالذات لو يعني تاني عشان قلنا هنستعمل امريكا كاكزامبل بحيث في سيستم نعرف نشرح عليه. فالبريفيلنج ويج مثلا فده مثلا بيبقى قوانين وهي بتغطي بتقول لك البريفيلنج او السائد كذا، فتلاقي هنا مغطي كل حاجه. فيقول لك والله مثلا مثلا صنايع الطوب مثلا اللي هو البنا مثلا، فهو بيقول لك هو اسمه اللي هو البريك ميس شغال في بيلدينج ولا هاي واي، انه ممكن يقول لك بعد كده مثلا الميسن مثلا في الهاي واي اللي هو بيركب البردوره الكبيره مثلا بتاعت الطريق، او لو هيعمل مباني مثلا في زي انترلوك كلام من ساعات لا بس ده تبع التايلز لا ده مش ميسن. فمثلا في البريك ميس مثلا بتاع المباني بيقول لك والله ده البيز بتاعه كذا، والفورمان بتاعه او المشرف بتاعه البيز بتاعته كذا. فخلص فانت كده انت عارف لو انا هجيب صنايعي هيقف عليا بكذا، ولو هجيب قسط عليه بيقف عليا بكذا، ويبقى ده الاتفاق في النهايه خلاص احنا الاثنين بنمشي بالبريفيلنج ويج وخلاص على كده. ويبقى في برضه نفس الكلام برضه الدوله ممكن هي اللي بتنسق برضه موضوع الاوفر تايم، بتقول لك والله الاوفر تايم لو من الاثنين للجمعه اللي هي ايام الشغل اللي هي في مصر بتبقى من الاحد للخميس، ففي النهايه اي اوفر تايم بواحد ونص في الغالب. يعني ايه واحد ونص؟ يعني الساعه تتحسب لي بساعه ونص. يعني لو الساعه عامه لو الساعه مثلا قلنا مثلا ب 100 جنيه اكيد ده رقم كبير انا عارف بس عشان الحسابات بس، فاي ساعه اضافي ب 150 1.5 فده الاوفر تايم. بيقول لك مثلا قبل بعد كده مثلا اي شغل يوم السبت ده مثلا لا ده فده اول يوم في الاجازه، يقول لك اي ساعه فيه ايا كان هم اول 8 ساعات اللي هو اصلا المفروض يوم كله اجازه، فيقول لك اي شغل يوم السبت هيبقى بواحد ونص، واي شغل يوم الاحد باثنين، يعني هاخد الساعه ب 200 جنيه لو انت هتشغلني يوم السبت، او اي يوم في اجازات عيد مثلا الساعه باثنين. بس بعد كده بقى اللي هي الفرنج اللي احنا قلنا عليها مثلا زي البنشنز بدل اجازات بدل التدريب تريننج كلام من ده، دي اللي هي اللي احنا قلنا عليها اللي هي الفرنج بنفيتس. فده كده مثال على اللي بيحصل مثلا في امريكا مثلا. فده مثلا انا جايبه مثلا من الولايه اللي انا فيها مثلا المدينه اللي انا فيها هي شامبين كاونتي اللي هي في الينوي، فدي بريفيلنج ويج وبيغيروها كل شهر كل شهر مش كل شهر، تلاقي مكتب العمل بتاع الولايه بيبص ويشوف الاسعار ماشيه ازاي ويعمل لها ابديت بحيث ما حدش يتظلم في النص. تمام، بعد كده الضرايب والانشورنسز. طبعا الضرايب يعني عندنا بتتغير بشكل سريع، بس بشكل عام يعني في يعني تو رولز في الضرايب والانشورنسز محتاجين نعرفهم. الضرايب بتتاخد من الاورلي باي، يعني بتاخد الصنايعي بياخد كام في الساعه، فلو الصنايعي مثلا بياخد شغل اوفر تايم وبياخد واحد ونص فبيدفع الضرايب على الواحد ونص. بينما التامينات اللي هي الوركر زي الوركر كومبنسيشن واللايبيلتي والكلام ده بتدفع على البيز اللي هو الاساسي اللي هي الساعه بكام في الاساس. فده برضو جزء يعني فده جزء محتاجين نفرق فيه. هدي مثال بعد كده يعني، بس مبدئيا ده الفرق الاساسي ما بين لما تيجي تحسب الضرايب وتيجي تحسب التامينات. الضرايب على المرتب اللي انا باخده فعلا كعامل، بينما التامينات بتبقى على البيز نفسه. وبعد كده يبقى في توب ليميت في الضرايب مثلا. فالضرايب مثلا اقول لك مثلا فده مثلا ده مثال مثلا في 2019 مثلا التاكسز بتاعت السوشيال سيكيورتي والميديكير. ففي الميديكير مثلا لو بصينا
الموظف اللي هو الامبلوي الصناعي بيدفع 1.45 من الجروس ايرنج. الجروس ايرنج زي ما قلنا اللي هو بياخده كله, مش البيزك بتاعه اللي هو البيزك في الساعه كام, لا اللي هو بياخده كله, فبيدفع 1.45% من المية. على ايه؟ على اول 200,000. فاول 200,000 دولار هياخدهم في السنه هيدفع عليهم 1.45. لو مرتبه زاد على 200,000 ساعتها بيدفع كام؟ الضريبه بتعلى, بيخش في شريحه تانية اللي هي 2.35. نفس الكلام مثلا في السوشيال سيكيورتي, فبقول لك مثلا انت اول 132,900 هتدفع 6.2. طب فوق لو عديت ال 130,000 لا خلاص مش هندفعك حاجه, خلاص انت كده جبت اعلى شريحه ومش هندفعك تاني. فده التاكسز والانشورنسز. تمام. فعشان الناس ما تتوهش مننا تعالوا نعمل اكزامبل مع بعض. فتعالى مثلا نقول محتاج اطلع بره دي. تمام ارجو هل كده واضح للناس؟ تمام يا دكتور واضح. تمام. هنقول مثلا عندنا مثلا كرو من العمال بيكون من 2 صناعيه, تو مثلا ستون ميسون اللي هو البنا. التو ستون ميسون دول ده اللي هو يعتبر اللي هو الصناعي المحترف, ومعاهم ثلاث صبيان بيساعدوهم, يبقى 3 ليبرر. هستعملهم عشان ابني شيء ما في مكان ما في مدرسه. ليه بقول مدرسه؟ عشان زي ما احنا قلنا مثلا هو بيفرقوا مثلا ما بين البيلدينج, لو انت شغال في بيلدينج او انت شغال في انفراستراكشر. فهم شغالين, دي تاني معلومه عندي ان هم شغالين في بيلدينج. بعد كده التوقيتات, فقال لك انا هشغلهم 9 ساعات في اليوم, وبعد كده يوم ال 6 ساعات يوم السبت, و4 ساعات يوم الاحد. فانت كده انت عارف الجدول بتاعك ماشي ازاي. انا في اليوم هشغلهم 9 ساعات, بعد كده هشغلهم 6 ساعات يوم السبت, و4 ساعات يوم الاحد. بعد كده التامينات والكلام ده كله هنقولها في وسط الشغل بتاعنا. فمبدئيا كده اول حاجه محتاجين نعملها زي ما قلنا, محتاجين نحسب التكلفه او اسف الفلوس اللي هياخدوها هتبقى كام. فاول حاجه انا محتاج اعرف حاجه اسمها اللي هي بنسميها البي اور, اللي هو انا بشتغل كام ساعه في اليوم اصلا. فانا محتاج احسب اللي بشتغله في الاسبوع العادي, بعد كده اللي بشتغله في الاوفر تايم في الاسبوع العادي اللي هي الخمس ايام بتوع الاسبوع او 6 ايام, بعد كده اللي بشتغله في الايام الاجازات. فاولا انا شغال 9 ساعات في اليوم, معنى كده اني معدي الاوفر تايم. فمبدئيا ببدا بالثمان ساعات بتوعي اللي هي هتبقى 5 ايام في 8, بزود عليها. انا اشتغلت اوفر تايم قد ايه في اليوم؟ قال لك انت اشتغلت ساعة واحدة زيادة في اليوم, فهتبقى 5 ايام في ساعة في الاوفر تايم. زي ما احنا قلنا الاوفر تايم بيتحسب مش زي الباقي, لا بيتحسب اعلى. طب لو رجعنا تاني مثلا للكيس اللي عندنا اللي احنا شغالين عليها, فقال لك الاوفر تايم من ماندي لفرايدي ب1.5 لستون ميسون او البريك ميسون. المفروض في ستون ميسون تاني يعني بيبقى مختلف, بس خليها نمشي بالجدول ده عشان ده اللي عندنا دلوقتي. فده مثلا البريك ميسون ب1.5, فخلاص بقت هبقى هضربها في 1.5. ده كده احنا كده غطينا اللي هي الخمس ايام بتوع الاسبوع 9 ساعات. بعد كده اول يوم اجازه اللي هو يوم السبت اللي هي ممكن في مصر يوم الجمعه, قال لك اشتغلوا 6 ساعات, فيبقى عباره عن 6 مضروب في الريب بتاعها اللي هو برضو كان 1.5 الدبل, اسف 1.5 مش دبل يعني. بعد كده يوم الاحد اشتغلوا كام ساعه؟ قال لك اشتغلوا 4 ساعات, والساعة تتحسب ب2. فدي كده انا بحسب, انا يعني ايه بي اور؟ انا بحسب انا بدفع كام ساعة, مش هم اشتغلوا كام ساعة, انا بحسب بدفع كام ساعة. فلما تحسب كده كام ساعة هتحسبها, الحسبة هتطلع معاك 64.5. فدي كده حسبة الساعات. فانا كده حسبت الساعات اللي انا هدفعها. طيب هم بقى اشتغلوا كام ساعة فعلا؟ هم فعليا اشتغلوا 5 ساعات في 5 ايام في 8 ساعات, صح؟
او تخليهم بقى 9 على طول، احنا مش محتاجين احنا نضرب 4.5. فده كده من اللي هو من ماندي لفرايدي، زائد اشتغلوا 6 ساعات يوم السبت واشتغلوا 4 ساعات يوم الحد، فهتطلع معاك ب 55 ساعة. فبكده انت عارف ان تدفع كام ساعة، وان انت هتدفع انت اكشو اشتغلت كام ساعة، ومنها تقدر تجيب اللي احنا بنقول عليه اللي هو الافرج بي اور او الافرج اورلي بي، اللي هو انا في المتوسط بدفع كام في الساعة. ففي النهاية بتقول والله المتوسط اللي هو بدفع ده مع ده، اللي هو في النهاية انا ما دف... اللي هو بتكمباين الاكشوال مع البي اور، اللي هو بتقول البي اور بتاعتك مقسومة على الاكشوال اور كل ده مضروب فيه البيز ويج بتاعك. يعني ايه؟ اللي هو انت عاوز تشوف انا بدفع كام في الساعة في المتوسط. ففي ساعات انا بدفع بس اللي هو البيز ويج، وفي ساعات لا بدفع 1.5 البيز ويج، في ساعات بدفع 2 البيز ويج، فانا محتاج اعرف انا بدفع كام. فده عدد الساعات، فبتعمل نسبه وتناسب، بتنسب البي اور اللي انت دفعته على عدد، بتقسمه عدد الساعات الفعليه، فيطلع رقم اكبر من 1 تضربه في البيز ويج. فلما تعمل كده ده بيديك الافرج اورلي باي. فلو قلنا مثلا على الستون ميسون بتاعنا مثلا هو الراجل، فهنا هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن 64.5 مقسومه على ال 55 مضروبه في البيز ويج. هنا مثلا في المثال بتاعنا مثلا كان الراجل بياخد 32 دولار بوينت 45 في الساعه. فانت كده عملت ايه؟ هتجيب هو في المتوسط الستون ميسون ده بياخد كام في الساعه؟ هيطلع معاك 38.06 دولار. طب كده انت حسبت الافرج بي اور بتاع الصنايعي ده. هل كده احنا خلصنا؟ لا، انا كده بس يا دوب جبت الافرج بي اور، لسه محتاج احسب الضرايب ومحتاج احسب التامينات. طيب لو رجعنا مثلا للسوشيال سيكيورتي تاكس كانت عباره عن ايه؟ احنا قلنا كانت 6.2% من التوتال جروس اللي بياخده. زي ما قلنا في فرق بين الجروس والبيز ويج نفسه، فهنا لا احنا بنحسب على الجروس، فالجروس هيبقى 38.06، فتبقى 6.2% مضروبه في الجروس اللي هو 38.06. فلو حسبتها هتطلع لك 2.36 دولار في الساعة، وده برضو في الساعة. تمام. بعد كده محتاج تحسب التاكس اللي بعديها اللي هي الميديكير. طيب الميديكير كانت 1.45، فنفس الكلام يبقى 1.45% من الجروس. زي ما قلنا التاكسس بتتاخد من الجروس 38.06، فهتطلع معاك ب 0.55 دولار في الساعة. تمام. بعد كده هتحسب مثلا الـ unemployment taxes، فدي بيبقى فيها حاجتين، بيبقى فيها state وفيها federal، فهتحسبها. يعني مش لازم يعني نمشي في التفاصيل عشان مش عاوز اطول الفيديو قوي على الناس، بس في النهايه هتحسب نفس الكلام. انت كده كده اصلا يعني محدش شغال على السيستم الامريكاني. بعد كده مثلا هتخش على الانشورنسز. الانشورنسز زي ما احنا قلنا مختلفه، الانشورنس بتتاخد من البيز نفسه. فلو قلنا مثلا البابليك لايبيليتي مثلا، لو هنحسبه فالبابليك لايبيليتي هو كام في الميه بتجيب؟ يعني انت بتقدم ده غالبا بيبقى كوتاس، انت بتقدم لشركه تامين وتقول لك والله الكوتا بتاعتي كذا. فمثلا فالمثال ده مثلا هيبقى مثلا 5.59%، يبقى 5.59% من البيز وليس الافرج بي اور. فالبيز اللي هو الاساسي كان كام بتاع الستون ميسون؟ 32.45. فلو خدنا ده من ال 32.45 هيدينا 5.16 دولارز، 5.16 لا مش ده 1.18 1.81. تمام كده
ودي كانت 5.59 مش 2.9 معلش. تمام. فانت كده عملت ايه؟ انت بتجمع. انا بقى الكومبوننتس بتاعتي دي، الكومبوننتس بتاعت الويج الافريج بي اور، ودي الكومبوننتس بتاعت الضرايب، دي الكومبوننتس بتاعت التامينات، وبعد كده لو هتزود البينيفيتس والكلام ده اللي هي كانت موجوده في الاخر خالص في الجدول اللي احنا وريناه. انت عندك، انت هتبقى عندك هنفوت حاجه مشابهه البدلات والكلام ده، فبتجمع الكلام ده كله مع بعضه، الفاكيشن قد ايه، التريننج قد ايه، الكلام ده، فبتجمع برضو البينيفيتس، فتقول والله البينيفيتس هتبقى التوتال بتاعها بكذا. فمثلا في حاله الستون ميسون مثلا، عشان لو حد عاوز المثال، كانت ليها ثلاثه كومبوننت 9.35 و14.2 و0.88، فطلعت معاه ب24.43 دولار في الساعه. كده انت عملت ايه؟ كده انت جمعت كل الكومبوننتس بتاعتك. تاني، انت جمعت اول كومبوننت اللي هو انت بتدفع كام للصنايعي في الساعه، ده اول كومبوننت. تاني كومبوننت اللي هو الضرايب، بتدفع ضرايب قد ايه. تالت كومبوننت اللي هو التأمينات، واخيرا رابع كومبوننت اللي هو البدلات. فانت دول اربع كومبوننتس بتوعك خلصتهم، يبقى انت كده خلصت الكومبوننتس بتاعتك كلها. تمام، خلصنا كده؟ لا لسه محتاج بقى احسب. طب ماشي، الكوست بقى بكام في الاخر؟ فانت محتاج تحسب بقى الليبر كوست بتاعتك. فمحتاج اول حاجه بتحسب ال ثانيه واحده، بتحسب اللي هي الاورلي كوست. فهو في النهايه الاورلي كوست هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن السميشن بتاعته. فمثلا في المثال بتاعنا ده مثلا، انا بس عاوز اوريها عشان خاطر في حسبه ثانيه عاوز اوريها لكم. فانت جمعت كل الارقام دي كلها، فطلع معاك مثلا ب 73.32 دولار في الساعه. بعد كده بتحسبها ويكلي، بتجيب الويكلي بتاعها، والله بتحسب الاسبوع بتاعها بكام لو مطلوب منك، وبعد كده بتحسب المنث نفس الكلام. فلو الاسبوع فساعتها هتعمل ايه؟ هتضرب الاورلي بتاعها اللي هو 73.32، وتضربه في كام بقى؟ ما تضربوش في ال ما تضربوش في اللي هو ال ثانيه واحده الرقم بس عشان ما يضيعش مني. تمام، ما تضربوش في البي اور. غلط، ان انت اوريدي خلاص انت عملت نورماليزيشن للبي اور ودخلتها في الاكشوال اور، فتضربه في عدد الساعات الفعليه بتاعتك. فخلاص، فده كده الويكلي بتاعي، فهضربه في عدد الساعات الفعليه بشتغلها في الاسبوع اللي هو كان عندي هنا 55. وهكذا لو انت عاوز تعمل المانثلي، لو عاوز تعمل الكلام ده. هل في سؤال في الموضوع ده؟ طبعا في الاخر لو هتعمل الكرو كوست، ففي النهايه تقول الكرو والله هو بتاع الميسون، الستون ميسون، الكوست اللي انت عملتها كلها اللي هي بتاعت الويكلي او الاورلي ايا كان. فلو مثلا هتقول الكرو اورلي، هتبقى بتاعت الستون ميسون اللي انت جبتها، الاورلي بتاعه زائد بتاعت الهيلبر بتاعته او الليبرر، ولو كان في عندك سوبرفايزر برضه هتزودها عليه بس. وهكذا. هل كده في اي سؤال في الاكزامبل؟ بس. وفي النهايه بقى دي المصادر، فانا ممكن اوقف على كده، ولو حد عنده سؤال في الاكزامبل او سؤال عام انا متاح. اتفضل. جزاكم الله خير يا استاذنا. اتمنى بس اللي عنده سؤال يعمل بس هند. تمام. وسؤال برضو للناس، هل الاحسن ان احل معاكم الاكزامبل بالشكل ده، ولا ان مجرد احطه كسلايد واقرا للناس، يعني ايهم افضل؟ ده برضو يعني لو حد حابب يدي الافضل زي ما حضرتك عملت ان انت شرحته واحده واحده، ده افضل، الحل بتاعه افضل. تمام، تشوف الناس يعني نفسها فيه. باشمهندس سعيد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس مروان منورنا، وبنستفيد من علمك دايما يعني ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك لك. بس هو في عندنا نقطه، عندنا المهندس بتاع البرايسنج او الكوست هو بياخد الداتا بتاعه تفاصيل المرتبات من الراجل بتاع الاتش ار. الكشف اللي حضرتك عملته ده بيبقى عامله عنده عند بتاع الاتش ار، ما بيدخلناش احنا في الايه، في التفاصيل بقى الضرايب والتامينات. هو بيقول لك مرتب الراجل جروس كذا،
ممتاز. كل مهنه بيقول لي تكلفتها. حلو قوي. وخد بالك فانا بقى لما يعني ممكن لو دخلت في التفاصيل دي كمهندس تسعير انسى بعض الكومبوننت. هو حضرتك يعني حضرتك محظوظ وشغال في شركه كبيره، ممكن لو حد شركه صغيره بيضطر يعمل الكلام ده بايده، فانا عشان كده بشرح لكل. بس طبعا يعني ده السكيل بتاعك طبعا، انت عندك يعني في واحد تاني في مكان ما بيعمل الحسبه دي عندك يعني. عندي شيت المرتبات طبعا بيبقى ايه اللي بيبقى في قسم كبير للاتش ار استحقاقات واجور، دولت بيحسبوا بقى كل الديتيل اللي حضرتك قلتها ديت والانشورنس والمزايا العينيه والرحلات والمصايف، يعني بيخش كمان في تفاصيل اكتر. والاختلاف يعني الاختلاف برضو حضرتك لسبب تاني، حضرتك بتدي المثال الاسهل اللي هو مثال ان الصنايعي ده شغال عندي في الشركه، فانت عندك المرتب كامل داخل فيه كل حاجه زي ما حضرتك قلت، فانا مش محتاج احسب حاجه غير المرتب. بينما انا بدي المثال الاصعب ان انا لو جبت صنايعي من بره، صح، فساعتها لا، فساعتها انت بتحتاج تحسب الكلام ده. طبعا كلام حضرتك صح، انا قصدي بس انا بحاول ادي المثال الاصعب بحيث اي حد يعني يعرف يتعامل مع المشكله اللي عنده. لا بس اللي حضرتك بتعمله ده افضل، عشان في ناس طبعا زي ما حضرتك بتقول مش شغال في الشركه، ما عندوش ستاف يعمل الكلام ده، فلازم يبقى عارف بالظبط. والموضوع الثاني بالنسبه للبرودكتيفيتي، كان في موضوع برضو يعني بيأثر على البرودكتيفيتي اللي هو حضرتك دينيشن في الموقع. لو انا عندي البنا ماهر جدا ومتدرب قوي وشاطر وبقاله 20 سنه خبره، ولكن في عائق بينه وبين المكان اللي فيه الطوب وبينه وبين المكان اللي فيه المونة، والراجل اللي بيجي يناوله حتى كله طوبة عشان يجيبها له بيلف كده ايه مشوار معين بالظبط. فده اللي هو حقولنا عليه اللي هو السايت لاي اوت، لاي اوت نفسه ماشي ازاي. دي مهم جدا، دي دور بقى المهندس يعني اللي واقف اللي هو هو اللي يلاحظ وازاي يبسط حركات العامل اللي هو عدد الحركات اللي بيؤديها في كل مرة بيحط الطوبة يعني، او كل مره بيرفع المسطرين، او كل مره بيعمل خطوه من خطوات العمل اليومي بتاعه. يعني هو لو ربنا اكرم عملنا الكورس بتاع البلاننج ساعتها ممكن اصلا ندي محاضره كامله او اكتر على السلايد اللي هو السايد لاي اوت اوبتمايزيشن والكلام ده. دي عاوز محاضره فعلا، ان ديت كتير من المهندسين بيعدي مر في الموقع كده ما بيلفتش نظره ان في مجرد لو في عرق خشب او اي حاجه محطوطه كده مرميه وبين العامل وبين الحاجه اللي هو بيأديها ما بتلفتش نظره، ان ديت ايه يقول لك ايه يعني ما هو بيخطي من فوقيها، ما هو بيخطي ديت مع كل طوبه وهو بيبني مثلا 2000 طوبه، احسب بقى 2000 حركه بتضيع كام ثانيه وكم وقت بالزبط. لو شلت العائق ده الانتاجيه بتاعته بتزيد بنسبه كبيره جدا طبعا. وده في محاضره اسمها تايم اند موشن ستادي ممكن نبقى نبعتها برضه لحضراتكم يعني جميله جدا. تمام. وبنشكر حضرتك يا باشمهندس مروان وبنشكر باشمهندس عمر على المجهود ده، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب ان شاء الله. الله يكرمك يا باشمهندس. شكرا. اتفضل يا فندم. باشمهندس سميه اتفضلي. ايوه باشمهندس، اولا جزاكم الله خيرا والله شكرا جدا. ربنا يبارك لكم يا رب. بس عندي طلب ان لو حضرتك ينفع تنزل السلايدز قبل المحاضره عشان نبقى متابعين معاك يبقى افضل يعني لو ينفع. حاضر. بس سؤال معلش اعذرني فيه، يعني هو ايه الفرق يعني كمهام شغل في ما بين مهندس التندر اللي هو التسعير وما بين الكوست كنترول؟ وانا مثلا لو انا حابه ان انا اتخصص في مجال التندر، هل الكوست استيميشن جزء كبير من شغلي ولا هو كل شغلي اصلا ولا ايه بالظبط؟ هو ان هو التندر حضرتك يعني بتتكلمي على يعني هو المشروع عامه مرحلتين، يعني هو البيدنج وبعد كده التنفيذ نفسه، فحضرتك بتتكلمي في الجزء بتاع مرحله البيدنج ده احنا ده اللي بتكلم عليه دلوقتي. انا بتكلم على الاستيميتنج، فهو الكوست هي استيميتنج يا كنترول واناليسيس طبعا يعني، بس يعني كتسعير بيبقى الاستيميتنج والكنترول، اللي هو الاستيميتنج اللي احنا دلوقتي قاعدين احنا بنشوف والله بنتنبأ هي بتتكلف كام. الكنترول بيبقى اكتر انا دفعت كذا والتنبؤ بتاعي كذا، ان التنبؤ ده مهم، ده مش مجرد كلام، لا ده اصلا اللي بيدفع لي عليه فلوس، ان ده اللي اتمضى عليه العقد التنبؤ ده. في النهايه الكنترول
ان هو ازاي بقى بقرر الاثنين ببعض، بشوف انا ماشي صح ولا غلط، طب الخطا هنا فين، ازاي بعمل ابديت للكلام بتاعي عشان ما بقاش انا قاعد بقبض حاجه وبدفع حاجات تانية خالص، فازاي لازم بعمل ابديت للاثنين واقارنهم ببعض واسويهم ببعض، ولو في مشكله حصلت طب ايه اللي ممكن العب فيه بحس مش لعب يعني اللي هو يعني غش، لا يعني حاجه تكنيكال يعني حاجه اعملها عشان خاطر اعوض اللي حصل ده بشكل ما وهكذا. تمام. يعني انا شغلي كمهندس كوست كنترول ده بيبقى اثناء المشروع، ولكن التندر انا ببقى من البدايه اللي على اساسه بحدد انا بصي يعني يعني هي عامه كلمه كنترول بشكل عام يعني معناها فوق البروسيس بتحصل اوريدي يعني فهي تبع فترام كنترول، معنى كده البروسيس اللي هي عندنا في حالتنا احنا اللي هي الكونستراكشن بتحصل اوريدي، فدلوقتي انا بحاول الكنترول بقى اظبط الدنيا ماشيه ازاي، انما الاستيميتنج لا انا بتنبأ بالموضوع. تمام ماشي يا مرسي، شكرا جدا لحضرتك. عفوا. في سؤال، طبيعه ومتطلبات عمل مهندس الكوست. طبيعه متطلبات عمل مهندس الكوست، انا يعني ما قلتش حاجات سحر يعني واحد بيعرف يجمع ويطرح وحاجات كده يعني ويضرب ويقسم يعني، ما يعني هي الفكره في النولج نفسها يعني طبيعه المتطلبات يعني هو عادي اي حد خريج يعني المفروض يعني الكلام بالنسبه له مش صعب يعني، يعني هو في النهايه يعني الموضوع ما فيهوش مثلا حاجات معقده ولا ماشي هتحتاج كم مثلا سوفت وير كلام من ده تستعملهم، بس غير كده ما فيش يعني ده بسيط. عشان صعب اتفضل. السلام عليكم، شكرا جدا على الكلام اللي حضرتك اعطتنا. ليه كنت حابب اسيط بخصوص حساب تكلفة العامل والانشورانس في الحالات اللي احنا بنبقى موجودين فيها، الانشورانس بيكون على المشروع ما بيكونش على العامل نفسه، لان الحادثه اللي بيعملها العامل بتكون على المشروع، لان حتى شركات الانشورانس بتحسبها على المشروع نفسه. الحادثه الكواليتي نفسه بتاعه قصد حضرتك الحادثة يعني الحاجات اللي باظت ولا الإصابة اللي حصلت للعامل؟ الحاجات اللي بتبوظ يعني، حضرتك لما كنت بتضرب المثال قلت إن مثلا بوظ حاجة خدر حاجة. طب هل بتدفع انشورنس برضو عشان لو العامل حصل له حاجة ولا ده ما تدفعوش؟ انت حضرتك بتدفعه في التأمينات الاجتماعية. تمام خلاص، يبقى هي مجرد تقاسيها مختلفة عندي في الموضوع. لا ماشي، هي تقسيم زي ما انا قلت يعني هو في النهايه من بلد لبلد بيختلف، انا شرحت على السيستم الامريكي بحس ده اسهل حاجه وواضح للناس بس، انما لا هي في النهايه ما عنديش مشكله، هو في النهايه في سيستم تاني وساعات كتير اصلا بيبقى يعني بص انت عندك يعني عندك تو مودلز، عندك يا اما بتبقى حاجه ثابته هي بيقول لك لازم تدفع كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، او بيقول لك يعني غطي لي الكلام ده بشكل ما، ففي ناس بتبقى مور فليكسبل يعني في النهايه يقول لك طب يعني طالما غطيتها خلاص مش لازم تعمل كذا، يعني مثلا حاجه مثلا زي اصابه الصناعي اللي انت قلت عليها دي فخلاص لازم في التامينات الاجتماعيه بيدفع، فدي خلاص دي حاجه ستاندرد وثابت. موضوع اللايبيليتي انا ما اعرفش صراحه في مصر، انت ممكن حضرتك تكون ادرى مني بالسوق المصري بقى لي فتره منقطع، بس هل اللايبيليتي هل انت مش محتاج تدفع التامينات للحكومه نفسها يعني حاجه تعوض الحكومه نفسها، ولا هو مجرد بقى تامين عام لاي حاجه؟ انا والله بره مصر بقى لي فتره بس يعني لا عارفه ان كان المستخلص وبتحملها ازاي، هو السؤال هنا بتحملها ازاي يعني، هنا احنا بنحملها على يعني بنحملها على 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 الليبر كوست، ممكن يكون في تامين تاني عام، ان خلي بالك يعني حضرتك ممكن تكون اتلخبطت اعتقد فهمت قصدك يعني انت كنت اتلخبطت في انشورنسز وبوندز تانية بعد كده في التوتال في التجميع بتاعت المشروع كله، دي قصه تانية. ايوه قصدك عليه هو ده بتتحمل الحوادث وبتتحمل اي شيء بيكون اخطاء داخل المشروع نفسه، بتتحمل السرقه، بتتحمل الكوارث لو في بعض الكوارث، طبيعه المكان، بعد الريسك اسيسمنت اللي بيكون موجود بيتحمل داخل الانشورنس ده. خلاص لو انت عندك بوليسي شامله تغطي الكلام ده كله اوكي، بس هو في العادي البوليسز بتبقى لا يعني بيقول لك انشورنس يبقى دايما حوادث بسبب كذا، يعني لو حضرتك اشتغلت في انشورنسز معاهم يعني شفت اكيد مشاكل كتير بسبب الموضوع ده، يقول لك لا دي برايه البوليسي او البوليسه ما بتغطيش الكلام ده، بس انا مش معنى كده انا بعترض على كلامك يعني، انا في النهايه بقول لك يعني هي سيستمز مختلفه مش اكتر. شكرا جدا. العفو. أنا باشمهندس ايه؟ ايوه باشمهندس، طبعا بنشكر الدكتور مروان شكرا جزيلا على المحاضره اللي واضح ان يعني اترتب لها كويس قوي ومجهود رائع فيها، والواحد حقيقي سعيد بترتيب الافكار، وبيدل طبعا ان فيها خبره عمليه لو الشخص اللي هيشتغل كوست كنترول او كوست استيميشن ما مرش بيها
اعتقد في حاجات هتقع منه بخلاف الجزء اللي هو طبعا هيبقى طبقا للقانون العمل، طبقا للانشورنس، طبقا للحاجات الاداريه دي بتتاخد كارقام وبيطبق، لكن في جزء بيبقى بيعتمد على السايت، بيعتمد على الانتاجيه ورؤيته، وبيعتمد على الملاحظه. الحاجات دي لو شخص مش اوير بيها او مش ملم بيها كخبره، اعتقد في حاجات هتقع منه، وبالتالي هتبقى الكوست استيميت مش مضبوطه يعني. طبعا انا يعني هدف المشاركه ان انا طبعا عجبتني طبعا المحاضره جدا جدا، وحبيت اشكر الدكتور مروان على المجهود دوت، وبس كده، مش عايز حاجه اكتر من كده. اهلا وسهلا بحضرتك، شكرا جزيلا. الله يكرمك. باش اسمه عايز اتفضل يا فندم. ازيك يا باشمهندس مروان؟ انا اهلا وسهلا. شكرا. نعم لا بقول اهلا وسهلا، ما قلتش حاجه. شكرا للمحاضره دي. انا لسه طالب، بس كنت في مشروع التخرج بتاعي، اتفضل. المهندس الشاطر بيبان من ترتيب الدنيا، ويبان من الكلام والصوت داخل في بعضه غالبا، صوت فصل تقريبا. طيب باشمهندس احمد، السلام عليكم. الله يعطيك العافيه مهندس عمر ومهندس مروان، الله يبارك فيك يا سيدي. دائما محاضراتك ممتعه، لاني بتجمع النظره العلميه والعمليه، لذلك الاستفاده عم بتكون من صاحب خبره وعم بيعمل هلا حاليا دكتوراته، ففي كثير امور بتكون غايبه عن الوجهه العمليه، بكملها نظريا ما عم تعطينا اياه، والعكس كمان. بارك الله فيك بوقتك ومجهودك. كان عندي سؤال وتعليق بسيط على موضوع الانشورنس، ابدا بالتعليق، لاني هو النظام عندنا بالمانيا قريب عليكم في 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 امريكا. لما الاخ تفضل وحكى انه بتتحمل على المشروع، طبعا هون اللي احنا عم نحكي على الانشورنس تبع العامل نفسه، يعني هلا اذا طلع الساعه 6 الصبح من بيته هو ورايح على المشروع، عمل حادث على الطريق، هذا هو الانشورنس المقصود يلي بتتحمله شركته، ولسه ما وصل على المشروع فما بيتحملوا المشروع، فهذا غير التأمين يلي في حال وقع شيء بالمشروع نفسه. هاي يعني من خبرتي هوني. طيب السؤال لحضرتك، وأنا شغال على طول يعني بمجال استشارات، وما يعني اشتغلنا لشركات بناء كاستشاريين عندهم أو مصممين، وما كنت يعني في خبرة كونتراكتر. سؤالي هو الأوفرهيد ما بيتحمل هون على الليبر؟ يعني مثلا في شركات، وخصوصا تعرف شركاتنا كبيره بالخليج عندها 100-120 الف عامل، واكثريتهم عمال، يعني فهي الاوفر هيد تبع الشركه نفسها هل هي داخله في اللي؟ لا الايفر، يعني لو حضرتك بص على السلايدز دلوقتي، يعني الاوفر هيد ده جزء من الاندايركت كوست، يعني الاوفر هيد بيتحمل عليهم كلهم في الاخر. احنا حاليا بنحسب يعني الكومبوننتس نفسها، فالاوفر هيد بيتحمل على التوتال كله. يعني انت الشركه طيب بتاعتك لما بتقول انا الاوفر هيد بتاعي 20% ده من التوتال كوست مش من الليبر بس. يعني لو الشركه نفسها هي يعني حتى لو هي الشركه نفسها يعني راس مالها هو العماله، لو خلاص يعني لو هي في النهايه عندها ليبر بس ما عندهاش لا سب كونتراكتور ولا اكويبمنت ولا ماتيريال خالص، نعم، فخلاص. انما لو هي عندها اي مكون تاني فلا، هي لازم تاخد ال 20% دي من التوتال كوست، يعني كل التكلفه التي وقعت عليك. تمام، واضح. الا لو هتخسر، الا كده هتخسر فلوس يعني. تمام، لا واضح بهالسلايد، وضحت الفكره، جزاك الله خير، شكرا جزيلا. تحت امرك. طيب في سؤال، كان حد بيسال ايه هو السوفت وير اللي ممكن نستفيد بيه او نستعين بيه في موضوع الاستيميتنج؟ والله على حد اخر ما اعلمه في السوق المصري، يعني الناس كانت بتستعمل بريمافيرا حتى الان في الحاجات دي، يعني البريمافيرا هو اللي ما زال مسيطر الى حد كبير. تمام، لو حد حابب يضيف تعليق يعني ويعدل عليا اتفضل يعني.
تمام دكتور. انا بتهيألي كده الاسئله. انا لسه باشمهندس اتفضل. معلش انا اسف لو اخذت قطع المره اللي فاتت. لا ولا انا كنت زي ما بقول لك باشمهندس مروان، انا في مشروع التخرج بتاعي دلوقتي انت بتتكلم في الكوست استيميشن. طب انا دلوقتي اهم يعني اهم حاجه في المعادله اللي حضرتك بتتكلم فيها في الليبر كوست حوار الكوانتيتي. طيب الكوانتيتي اجيبها ازاي؟ يعني اجيبها ازاي من غير ما اعمل حصر في بدايه المشروع بتاعي؟ عشان يعني في اول المشروع خالص هل هقدر اعمل حصر للمشروع كله عشان اقدر اطلع الكوست استيميشن بتاعي صح، ولا اجيب الكوانتيتي منين؟ حضرتك حضرت المحاضره اللي فاتت؟ طيب وده طيب ما هو ماشي ده الرف استيميشن ماشي. فانا قصدي انا طالما انا قصدي مش قصدي على كده، انا قصدي طالما انت عاوز تجيب التوتال كوست وان انت ده اللي هتقدم بيه العطاء، فلازم هتحصل المشروع كله، لازم هتحصل. حصر زي ما الكتاب بيقول انك بتحصل خلاص بقى. ده اللي هتدفع لك عليه فلوس. انت لو ما حصرتش كويس ده في حاجه من الاثنين، يا ممكن يعني تقدر الكميات بزياده فتخسر العطاء ان انت هتحط سعر عالي لو انت قدرت الكميات بزياده، او هتقدرها بالقليل وساعتها هتكسب العطاء ان سعرك قليل بس انت يعني كده خسر. انت كان اول يعني سافرت كده خلاص، ان انت ساعتها يعني هتدفع فلوس من جيبك ان انت يعني خسران. انت قلت والله ان انا هم 100 متر مكعب طلعوا 150، دي مشكلتك انت بقى كم قوي. والا بقى ممكن بقى نخش على حسب بقى شكل العقد ونعمل بقى تعديلات وكلام من ده، بس هي نظريا غلطه من عندك في الاول، انت ازاي ما حصرتش؟ طب وساعتها هيبقى مهندس الحصر هو اللي يعملها، ولا بتاع التسعير هو اللي يعملها؟ اللي ان هو يحصر بتاعه ويديني اسعارها. والله على حسب، يعني حسب الشركه بتاعتك. يعني لو شركه صغيره انت اللي هتحصر وانت اللي هتسعر، هل بكل ما السكيل يكبر ممكن مثلا بيقسموا التاسك ما بينهم وعلى حسب الديزاين شكله ايه؟ يعني انت مثلا لو انت شغال مثلا على ديزاين مثلا جاي لك مثلا 3 دي موديل على ريفيت، فهو اوريدي خلاص يعني الحصر سهل المفروض، غير مثلا لو جاي لك مثلا لوح كاد بقى وتقعد تحسب بالورقه والقلم والكلام ده. طبعا الكاد مازال برضو يعني في جزء اوتوميشن يعني، بس مش زي مثلا ريفيت والحاجات دي. تمام، شكرا شكرا. العفو، تحت. على حسب يعني، بس انا بتكلم عن نسبه امريكا. يعني حضرتك مثلا انا اديت مثال لامريكا ان كان في ناس شغاله باك اوفيس وكانت طالبه الموضوع ده. باك اوفيس لو حد بس مش واخد باله من المصطلح اللي هو يعني الناس يعني بتعمل شغل بلاننج المشاريع في امريكا، هي عشان يعني المهندسين هنا المفروض يعني سعرهم ارخص وكده، ففي ساعات شركات بتبعت الشغل البلاننج لناس مهندسين في مصر، زي مثلا بيعملوا اوت سورسنج مثلا لحاجه زي الكول سنتر والكلام ده، فدي بيسموها اللي هي الباك اوفيس. ففي ناس بتعمل الموضوع ده في البلاننج يعني. فانما عامه لا يعني خلاص انت مثلا زي ما الباشمهندس اظن الباشمهندس عادل هو اللي قال موضوع التامينات مثلا، هتكلم لا اظن الباشمهندس تاني عشان بس اللي هو التامينات مثلا، انت خلاص انت عارف التامينات الاجتماعيه بتاخد كذا في المية، فده مثلا موضوع مثلا يبقى الجزء الميديك مثلا وهكذا. فهو على حسب سيستم البلد بس ماشي ازاي يعني. ممكن تلاقي اتفضل الارباح برضه القيم اللي تحت ديت برضه نسب. لا ارباح قصه ثانيه خالص، ما جبتش سيره ارباح. ارباح دي قصه ثانيه خالص. لا البنفيتس حضرتك. لا دي البدلات بتاعت العامل نفسه، دي مالهاش علاقه بالارباح، دي بدلات تدفعها. فكل ده في النهايه انت بتدفعه ككم اول ككوست كتكلفه عليك. طيب ان هي في النهايه ده برضه من جدول برضه نفس الكلام يعني. ده لو انت ده لو انت شغال في امريكا في الولايه دي في الكاونتي دي تمام. المفروض يبقى عندك دي حاجه تبع الشركه بتاعتك يعني، او على حسب لو في موضوع منظم بشكل ما حكومي فبتعمله. تمام بس انا حبيت افهم بس لا تحت. شكرا. العفو. باشمهندس الحسين علام. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو حضرتك في الليبر احنا بنحسب التاكسس، وهل لما نروح نحسب الاندايركت بنحسب التاكسس برضه ولا مش بنحسبها؟ ليبر يعني لو حضرتك رجعت للسلايد اللي فيها التقسيمه بتاع الدايركت والاندايركت. تمام
واحنا بنحسب الليبر كوست حسبنا فيها الضرايب. اها. وفي الاندايركت احنا برضو لا 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 فهمت قصدك. دي الضرايب اللي على العامل فبحسبها مع العامل. في بعد كده ضرايب على المشروع، دي تحسب على المشروع. دي قصه ودي قصه. يعني فهمني؟ يعني في النهايه في ضرايب العامل نفسه، دي زي التامين الاجتماعي اللي بدفعه على العامل عشان الصحه، الصحه ولو حصل له حادثه والكلام ده. ده بيدفع على العامل فبيتحمل على تكلفه العامل. في بعد كده الضرايب بقى بتاعت المشروع نفسه، دي قصه ثانيه. تمام حضرتك. يعني مثلا الفلوس انت مثلا كم اول مثلا ضرائب الدخل اللي بتدفعها، مثلا ضرائب بتدفعها على الشركه نفسها، وانت في انهي شريحه ضريبيه والكلام ده، ده قصه ثانيه. تمام 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 شكرا. لا اخر سؤال دكتور مع شنسه تاريخ، تفضل شنسه. ايه دكتور لو سمحت، انا كنت عايزه اعرف الاندايركت كوست والدايركت كوست والمارك اب، دول بالنسبه لي الثلاثه البرايس، ولا انا بحسب المارك اب من الاندايركت كوست، من سوري الاندايركت كوست؟ لا تاني كده معلش. البرايس بتاعي، البرايس بتاعي المفروض ان انا بحسب الاندايركت كوست والاندايركت وبعد كده المارك اب، الثلاثه مع بعض. لا دايركت واندايركت وبروفيت. لكن يعني المارك اب ما بيكونش الواحد ما بيكون من الاندايركت. بص يا باشمهندس، يعني الرسمه اللي قدامك دي تو سكيل، يعني هي في النهايه يعني مارك اب هو بيغطي الاوفيس اوفر هيد والبروفيت، فده بيسموه مارك اب. انا بس بقول لك ان ده لما تيجي حد يقول لك مصطلح المارك اب، فالمارك اب ده اللي هو بنسميه بروفيت. لا انا قصدي تسميته، يعني ده تسميته اللي هو ده نسبه الشركه اللي بتخش في الموضوع. يعني ده مش كوست بقى، ده مش كوست المشروع، يعني كل ما قبل المارك اب ده تكلفه المشروع نفسه. تمام. ده خاص بالمشروع، بينما الاوفيس اوفر هيد يعني مثلا تكلفه المهندسين مثلا عندك بتوع الشركه اللي عملوا الحصر مثلا، تكلفه الايجار بتاع المبنى بتاع المكتب مثلا، مرتبات الموظفين اللي هم ما لهمش علاقه بالمشروع بس هم اداريين مثلا بتاع الاتش ار مثلا، بتاع الاتش ار مثلا هيخش في الاوفيس اوفر هيد لان هو مش مهندس شغال في الجوب نفسه. فهو فده اوفيس اوفر هيد، ده زائد البروفيت بتاعك المكسب النهائي، ده كده بنسميه المارك اب. انما البرايس نفسه كبرايس هو عباره عن التوتال كوست اللي هي دايركت واندايركت زائد البروفيت بس كده. تمام اوكي ماشي. فانا قصدي يعني المارك اب ده في جزء منه كوست وجزء منه بروفيت، دي الفكره. إيه انا بس كنت اخدت في الاي سي، كان الدكتور بيقول لي ان اللي احنا بنحسب المارك اب ده بنحط معاه البروفيت وبنحط معاه اللي هي المخاطر بتاعتي، يعني نسبه المخاطر بتاعتي برضو بيزود الريسك عليها ممكن. لو زود عليها الريسك والبروفيت، هو قال البروفيت والريسك بتاعه. خلي بالك البروفيت كمان يعني بالذات انت اصلا يعني في تحديد البروفيت انت بتاخدي معاكي فاكتور ريسك. يعني لما اجي اشرح محاضره البروفيت بيخش معاها فاكتور ريسك اصلا، بس دي قدام لسه في الاخر غالبا. تمام شكرا لحضرتك. العفو. يا باشمهندس رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا باشمهندس فرحان ابو رحيم، جزاكم الله خير على المجهود الرائع دوت ومجموعه بمربيا وجزاكم الله خير جميعا عنا. يعني هو بس ممكن هو طلب او مقترح، يعني لو ينفع ممكن نعمله بعد اذن حضراتكم. يعني طبعا الكورس ده ما شاء الله كبير، مجموعه حضراتكم ان شاء الله اشبه بمنهج، يعني هو كانه منهج دراسي كبير. هو منهج اعتبره ماده يعني. فعلا. هل في امكانيه في نهايه الكورس دوت او في نصه نعمل تيست على الناس اللي حضرت مثلا بحيث ان احنا نبقى عندنا تطبيق عملي؟ يعني حضرتك مثلا بتشرح معادلات وارقام وامثله، بحيث ان احنا ممكن المحاضره نخلصها ونخش نذاكرها بعد كده، وبعدين في نهايه الكورس او في نص الكورس حضرتك ما تحب ممكن اذا كان المقترح مناسب يعني نعمل تيست للمجموعه اللي بتحضر او الكلام ده كله، عشان برضه احنا نعتبر احنا كتطبيق لنا عشان المعلومات تثبت عندنا اكتر شويه. ما اقدرش اوعدك بحاجه زي كده، بس هنحاول. انت بتتكلم يعني انت بتتكلم على فكره الاسسمنت معروفه، يعني فكره الاسسمنت بس يعني هو مين عنده وقت ان هو فكره مش مين عنده وقت ان هو مين عنده وقت ان هو يصحح مثلا 50 مشروع ولا ايا كان العدد يعني. هو انا حاليا ما اقدرش، ما اكذبش عليك، بس يعني يعني ممكن نلاقي بشكل ما الناس، يعني لو انت قصدك الناس يعني تمشي ايديها وتترين وكلام من ده، ممكن نلاقي لها طريقه ثانيه. حتى مش شرط ان احنا نتكلم الموضوع على تراجعه يعني، بس القصه ان احنا اللي عاوز يهتم هيهتم وهيحل التيست بنفسه وهتبقى فايده له هو، مكسب له هو اكتر، مش حد تاني يعني.
هي دي القضية يعني. هو الانسان لو عنده هدف وعايز يعمل كده هيعمل وهيحل ومش تنتظر ان حد يصححها معاه. برضه ممكن يتواصل مع حضرتك على الخاص لو في اسئله معينه مهمه او حاجات ممكن مثلا يحب يستفيد بيها من حضرتك انا او اي حد تاني بس مقترح يعني لو بعد المهندس عمر او الجماعه او بعد حضرتك يعني ايا كان لو لو يعني كمقترح عام يعني بس. وطبعا مجهود حضرتك مشكور جدا عليه وكورس ممتاز ممتاز يعني جدا جزاكم الله خير عنه يعني ربنا يبارك. شكرا شكرا لكم. بشمهندس طارق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لحضرتك يا دكتور. بقول لحضرتك يا دكتور بالنسبه للسوق المصري بتلاحظ جدا بالنسبه للعماله موضوع الترايح، فبتلاقي الريت بيختلف تماما. لو انا مدي مثلا للعامل ده او للصنايعي ده طريحه ممكن تلاقي يعني انت بتنبهر بالمعدل اللي بتلاقيه. هل ده داخل معانا في الحسبه او في التقييم او لا؟ ان انت لو عملتها بالطريحه انت كده بتتعامل معايا على ان انا سب كونتراكتور. تمام صح؟ مش مش موظف. انا لو ليبر انا بتعامل معاك صنايعي جاي لي وهشغلك بالساعه، بحسب لك تكلفتك بالساعه. انما السب انا اقصد لو انا هستفيد بالوقت اللي هو هيوفره لي ده كسرعه. انا مش معترض ان هي بالسرعه، بس هو خلي بالك برضو يعني هي السرعه برضو طب اخبار الكواليتي ايه؟ ان هو في النهايه هو عاوز يعملها بسرعه عشان ياخد الفلوس، ان هو خلاص الفلوس معدل الفلوس ثابت عنده، رقم الفلوس ثابت، وعشان كده بيتسرع في الطريحه. بس بالظبط في النهايه لو انت يعني كلامك لو انا فاهم صح انت بتتكلم اكتر على الشغل اللي هو البلدي في السوق مش الشغل اللي هو الشركات الكبيره. بالظبط. طب انت اصلا في البلدي بتدفع تامينات وضرايب؟ لا انا فاهم. بس فده اللي انا قلته في الاول، لان احنا كل الكلام اللي بنقوله ده انت ممكن تتجاهله يعني على حسب السكيل بتاع الشركه. ان انت اصلا لو انت شغال بلدي فانت مش فارق معاك اصلا يعني، سواء انت عندك اربع خمس عمال بيشتغلوا معاك كل مره. بس اوقات يا دكتور اوقات في الشغل حتى الكبير يا دكتور كان في دبي وكده بتدي للعامل طريحه وفي نفس الوقت بتدي له اوفر تايم، بس لما بتدي له طريحه اكبر من اللي هو المفروض يخلصه يعني انت كده بتستفيد برضو ان ايه ان يحاول هو ينجز وبرضه في نفس الوقت تدي له الاوفر تايم بتاعه. أيوة يعني انت كمهندس مثلا بتحاول تقيم الشغل ده ان المفروض الوقت ده المفروض يخلصه في وقت اكتر، فلما بتدي له طريحه بتخلصه في وقت. مش مهندس العامل ده موظف في الشركه ولا واحد جايبه يعمل شغل؟ موظف بس بتلجئها له لموضوع الاوفر تايم، هو موظف فعلا. فانت في النهايه انت لعبت لعبه ثانيه بينك وبينه، قلت له انا هحسب لك اوفر تايم. يعني انت في النهايه انت بتلعب مع السيستم، خلاص اصلا مع السيستم العب. انما لو هنتكلم زي ما الكتاب بيقول، هي يعني هي في النهايه عملها في وقت قد ايه عشان ده اللي بتدفع عليه ضرايب. ففي النهايه انت بتقول له ايه؟ طب انا هديك اوفر تايم بس اعمل لي طريحه واحسب لك الاوفر تايم برضه، مش ده اللي انت بتقوله؟ بالظبط بالظبط. طيب بس في النهايه اللي اتحسب في الاخر اللي دخل في قسم الحسابات ايه؟ ان هو اشتغل كذا ساعه اوفر تايم. تمام. فالكلام ده انت ممكن تقوله لما بيأثر، يعني لو هيأثر بيأثر في الجزء بتاع السكادولينج، لو انت جدول الزمن دلوقتي مثلا قصيت وقت. انما كحسابات ككوست لا، ككوست هو انت هتدفع عليه هو لو اشتغل 10 ساعات بينما انت مدخله على السيستم 20 ساعه اوفر تايم، فانت هتدفع ضرايب على 20 ساعه مش ال 10 ساعات. تمام تمام تمام. بس تمام يا دكتور، شكرا لك يا دكتور. العفو، تحت. ان شاء الله دكتور اخر سؤال باشمهندس حسن. تمام. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. معك حسن زكريا. هو تعليقا بس على الزميل اللي سأل حتة الترايح، أعتقد أن حتة الترايح دي بتبقى في التنفيذ الفعلي مش في الاستيميشن. يعني أنا في الاستيميشن لازم أخد البرودكتيفتي وأخد كل العوامل اللي سعادتك شرحتها بوضوح، أما في التنفيذ زي ما سعادتك قلت دي بقى حتة في الكوست كنترول بتاعي، في السكيدولينج، في الإسراع من الشغل. لكن مفروض ان انا وانا بحسب ايديال على القواعد اللي سعادتك شرحتها يعني. فحتة الترايح دي بتبقى اجتهاد من مهندس الموقع حسب ما هو شايف، عايز يسرع بالبرنامج، عايز حتة تخلص بسرعة عشان تساعده والحاجات دي كلها يعني. بس حتى يعني إضافة على كلام حضرتك، يعني إن هو حتى في بعد كده لما بيدخل الكوست على السيستم بتاعته ما بيدخلهاش كطريحة، يعني هو بيدخلها ككوست اللي هو اتفق عليها مع الصناعي، إن هو في النهاية الصناعي ده موظف عنده يعني. لكن هو أساسا
عاملها حته داخليه بالظبط كده عشان يعني. عشان يخليه يسرع ويسهل عشان يوفر وقت بشكل يظبط نفسه في البرنامج على حاجات معينه محتاج. يعني انا عندي عدد عماله قليله شويه وعندي حجم عمل كبير بتفق معاهم طالما هيبقى في نفس البادجت اللي انا حاطه هديهم ترايح يخلصوها ويكملوا بدل ما اجيب عمال تانية. يعني هي دي الفكره، لكن ملوش دعوه بالكوست استيميشن اللي انا حاطه اللي بنشتغل عليه المشروع اساسا. يعني ده بس كان تعليقي يعني. تمام شاكرين جدا يا دكتور. ويعني انا مش عارف طبعا السكيدول اللي هينزل بالنسبه، لان انا عايز الحته بتاعه الاندايركت دي ان شاء الله ارجو انها تبقى قريبه عشان عايز اتابعها، وخصوصا نظريا احنا المفروض هنخلص يعني بدري، نخلص ان شاء الله بدايه من النهارده هنبقى شغالين اثنين وخميس على طول يعني. طب يا ريت، لان الاندايركت دي هو الحته الدايركت كوست ان شاء الله معظم الناس، لكن الاندايركت دي هي اللي بيبقى فيها الاختلافات الكتيره، واحب استمع لسعادتك وخبراتك في الموضوع. الله يجزيك الخير. شكرا جزيلا. شكرا يا باشمهندس محمد، جزاكم الله خيرا. شكرا دكتور، الله يعلم احسانك، الله يكرمك. ان شاء الله نلقاكم يوم الاثنين. ان شاء الله اثنين وخميس باذن الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.